صباح الخير. نقدمها لكم كل صباح. صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية صباح السعادة والرضا. أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. موسم الحج خلاص، كل سنة وحضراتكم طيبين، خلص وانتهى. ربنا يتقبل من كل حجاج اللي أدوا الفريضة السنة دي. نسأل الله أن يتقبل طاعتهم ويجعل هذه الرحلة رحلة مغفرة وبركة، وأن يجعل حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا. الأيام دي دايما بتكون فيها أجواء روحانية جميلة، أيام خير وفضل وبركة، خصوصا احنا تابعنا مع حضراتكم خلال الايام اللي فاتت في صباح الخير يا مصر اداء الحجاج للمناسك ولهذه الفريضه المقدسه من اول يوم الترويه، مرورا بالوقوف بعرفه الركن الاعظم للحج ورمي الجمرات في ايام التشريق. ربنا يتقبل من ضيوف الرحمن ويرزق كل مشتاق زياره بيته الحرام. النهارده هتبدا مصر للطيران جسرها الجوي لنقل ضيوف الرحمن بعد انتهاء مناسك الحج من الاراضي المقدسه والعوده بسلامه الله الى ارض الوطن بتسيير 9 رحلات جويه من جده ومن الطائف الى القاهره. هتستمر هذه الرحلات لحد يوم 5 يوليو القادم بعوده كل الحجاج المصريين بالسلامه ان شاء الله. طبعا هي الصوره الاجمل والاروع والاسمى، صورة البيضاء زي ما بيقولوا، صورة واحدة بتوحد كل المسلمين في الأرض المقدسة. نقلتها شاشات التلفزيون، كلنا تابعنا هذه الصورة اللي بتوحد المشاعر وبتعكس صورة جميلة جدا للإسلام، صورة التماسك والتضامن ما بين مسلمي العالم. طبعا بعد كل هذه الفروض وأداء هذه المناسك بيفضل سؤال مهم جدا بيسأله كل حاج بيرجع من الأراضي المقدسة، إزاي أعرف إن حجتي حجة مقبولة بعد رحلة فيها مشقة وطبعا فيها متعة وجمال وأرواح روح إيمانية؟ بيكون ده التساؤل اللي عند ناس كتير جدا، ازاي اعرف ان الحجه دي مقبوله؟ ازاي اعرف الدلالات والمؤشرات على قبول الاعمال الصالحه عند المولى عز وجل؟ ده هيكون عنوان فقره مهمه جدا النهارده معانا في صباح الخير يا مصر، عن علامات قبول الحج، وكمان كيفيه المداومه على الطاعه بعد اداء هذه الفريضه المقدسه. مره ثانيه بنصبح على حضراتكم وصباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نصبح على زميلتنا هالة الحملاوي، نتعرف منها على آخر أخبار الطقس في القاهرة والمحافظات ونقول لها صباح الفل عليك يا هالة، كل سنة وانت طيبة وعيد سعيد عليك كده وعلى كل حبايبك. صباح الفل يا محمد وعيد سعيد عليك وعلى كل أحبابك وعلى أسرتك وعلى كل اللي بيشوفونا يا رب إن شاء الله. يعني طبعا إحنا لسه الأجواء الحارة مستمرة معانا، هيبقى معانا نشرة جوية بالتفصيل، بس دلوقتي هنستعرض مع حضراتكم الأول كده جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، وفي نشاط للرياح على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 37، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 47، وأقل درجة حرارة في مطروح 29 درجة. طبعا معانا تفاصيل أكتر عن حالة الجو بس بعد شوية. نبدأ مع حضراتكم بالأخبار اللي معانا وأهم الأحداث اللي حصلت بالأمس. مركز معلومات مجلس الوزراء استعرض في إنفوجراف القيمة الأثرية والتاريخية للمتحف المصري بالتحرير. المتحف المصري بيعد أحد المعالم التاريخية والسياحية بالقاهرة، وهو أقدم متحف أثري في الشرق الأوسط، كمان يعتبر أول مبنى ينشأ في العالم عشان يكون متحف، وافتتحه الخديوي عباس حلمي الثاني سنة 1900
واثنين. امبارح كمان اعلنت وزاره الصحه عن فحص اكثر من 13 مليون مواطن ضمن مبادره الرئيس عبد الفتاح السيسي لفحص وعلاج الامراض المزمنه والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وده منذ انطلاق المبادره في شهر سبتمبر 2021 لحد دلوقتي. تفاصيل واخبار اكثر في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة حصلت امبارح. مركز معلومات مجلس الوزراء استعرض في انفوجراف إن المتحف المصري بالتحرير أحد المعالم التاريخية والسياحية بالقاهرة، هو أقدم متحف أثري في الشرق الأوسط وأول مبنى ينشأ في العالم ليكون متحف. بدأت فكرة إنشاؤه عام 1895 حين فاز المعمار الفرنسي مارسيل دورنيو بالمسابقة الدولية اللي تمت إقامتها لتصميم مبنى المتحف، وافتتحه الخديوي عباس حلمي الثاني عام 1902. وفي إبريل 2021 كان المتحف محط أنظار العالم حين ودع 22 مومياء ملكية لتنقل إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط في موكب مهيب. امبارح قام جهاز مدينة المحروسة بالتنسيق مع وزارة الثقافة وإدارة الطفل بإقامة احتفالية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك، شملت رقص بالتنورة ورسم على الوجه واليد وألعاب متنوعة. أيضاً قام جهاز مدينة أهالينا بإقامة احتفالية مماثلة لأطفال المدينة بالتعاون مع وزارة الثقافة، تضمنت رأس التنورة وشوع رائس وأراجوز ورسم على الوجوه. وفي الخيالة نظم صندوق مكافحة الإدمان حملة توعية بأضرار المخدرات، كما تم إقامة احتفالية لإدخال البهجة على نفوس الأطفال القاطنين بالمدينة. امبارح أعلنت وزارة الصحة عن فحص 13,627,000 مواطن ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي منذ انطلاق المبادرة في شهر سبتمبر 2021. وزارة الداخلية بتواصل تواجدها الأمني لتأمين احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك. قام رجال الشرطة بمختلف مديريات الأمن بتكثيف التواجد الأمني بالعديد من الشوارع والميادين لتأمين المواطنين وتقديم التهنئة لهم وتوزيع الهدايا على المارة ومستقلي السيارات. واصلت وزارة الداخلية وجودها الأمني وانتشارها وسط المواطنين لتأمين احتفالاتهم بعيد الأضحى المبارك، وقد نشرت الخدمات والارتكازات الأمنية بمحيط الحدائق والمتنزهات العامة نظرا للإقبال الكبير من المواطنين عليها خلال أيام العيد، ما ساهم في استمتاعهم بأجواء العيد وبهجته. عشان أمانك انت أبدي روحي ليك وللبلاد، شرطة وشعب جنب بعض صف احنا قد المسؤوليه. حضور وزاره الداخليه في المكان يعني حسس الناس كلها بالامان، مش احنا بس، الشرطه متواجده معانا في كل حته وفي كل مكان، وحاجه فوق الوصف. الحمد لله، يعني الواحد بينزل مطمن ومعاه اهله وعياله في يوم سعيد زي كده والدنيا امان. كما شاركت الوزارة المواطنين المترددين على الحدائق والمتنزهات هذه الاحتفالات من خلال فرق موسيقات الشرطة التي قامت بتقديم العديد من المعزوفات للمواطنين وشهدت تفاعلا كبيرا معهم. كل سنة والرئيس طيب والشرطة بخير وكل سنة وانتم طيبين. كله تحت السيطرة، خط زي المسطرة، اطمني يا مصر أمنك عندي غالي. كما شهدت مناطق كورنيش النيل وممشى أهل مصر خدمات أمنية اتسمت باليقظة للتعامل مع الخروج على القانون مع مراعاة البعد الإنساني عند التعامل مع المواطنين. اتبسطت جدا بالشرطة النسائية لأن دي حاجة كويسة جدا بالنسبة للنساء، طبعا إن لو حصل لنا أي حاجة أو تعرضنا لأي حاجة هقدر ان انا اتكلم معاه باريحيه. كل سنه وحضراتكم طيبين ومصر كلها طيبه، وكل سنه وانت طيب يا ريس، واحنا عايشين في الامن والامان من حوالينا. احب اقول لسياده الرئيس كل سنه وحضرتك طيب، وشكرا لكل المجهودات اللي انت بتعملها لنا وكده، وعيد سعيد عليك. كل مصري مننا امنه غالي عندنا، وابنه وابني كله هيكمل مكاني. انت الاهم والتحدي ابتدي لك يوم جديد.
شهر جديد يكون امان وبخير عليك وتكون سعيد. احنا بنشكر وزاره الداخليه على التهنئه الجميله اللي هم عملوها دي. كل سنه طيب الرئيس والحكومه المصريه والشعب المصري، كل سنه طيبين. عشان امانك انت ابدي روحي ليك وللبلاد. محيط دور العرض السينمائي شهد انتشارا امنيا، حيث تواجدت العناصر البحثيه والنظاميه وعناصر الشرطه النسائيه، وهو ما بث طمأنينة بين المواطنين. حقيقي يعني الواحد يعني حاسس بامن وامان وهو ماشي في الشارع، ومفيش اي خوف ولا قلق ولا اي حاجه الحمد لله. يعني كنا نازلين انا واصحابي في العيد مبسوطين، وما شفنا الشرطه في المكان اتبسطنا اكتر عشان الامان. واحب اشكر الرئيس واحب اشكر وزاره الداخليه. كله تحت السيطرة، خط زي المسطرة، اطمني يا مصر أمنك عندي غالي. مهما كان أو إجرى بالأمان منورة، مستعد إني أحرس بالليالي. دايماً إحنا في أمن بعد ربنا فيكم، فربنا يحفظكم يا رب. شعور طيب وكلنا واحد، يعني إحنا كلنا بنكمل بعض، بسنة ومن طيبين. اطمني يا مصر أمنك عندي غالي. مهما كان أو إجرى بالأمان منورة، مستعد إني أحرس بالليالي. إحنا سعداء بيكوا وبنحس بالأمان وإنتوا حواليك. كل مصر مننا أمنه غالي عندنا، وابنه وابني كله هيكمل مكاني. إنت الأهم والتحدي أبتدي لك يوم جديد. هكذا يستمتع المواطنون بفرحة العيد تحت مظلة من الأمن والأمان الذي وفرته لهم أجهزة وزارة الداخلية. عشان أمانك انت أبدي روحي ليك وللبلاد. يا رب بلدنا دايما كده في أمن وأمان وسلام على الدوام يا رب. بالنسبة لأخبار المحافظات، نروح مع حضراتكم كده لجولة مع أخبار المحافظات، والبداية مع اسكندرية اللي استقبلت شواطئها 3.5 مليون زائر خلال أيام عيد الأضحى المبارك. في الغربية تم ذبح حوالي 983 أضحية بالمجازر في تاني أيام العيد. في محافظة الشرقية تم توريد أكثر من 607 آلاف طن قمح للشوان والصوامع. أما في شمال سيناء فتم توزيع حوالي 200 طن لحوم أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في الإسكندرية كان في إقبال كبير على الشواطئ، وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية إن شواطئ الإسكندرية استقبلت 3.5 مليون مصطاف خلال عيد الأضحى المبارك هذا العام. في الدقهلية شهدت مبادرة حياة كريمة في مركز شربين فتح أبواب 27 مركز شباب أمام النشأ والشباب والمواطنين للمشاركة في فعاليات وبرامج وأنشطة المراكز اللي بتنفذها خلال أجازة عيد الأضحى المبارك تحت شعار العيد أحلى بمراكز الشباب. في الغربية أعلنت المحافظة توفير كافة خدمات الذبح داخل المجازر بالمجان، حيث تم ذبح 983 أضحية بالمجان خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مع تواجد جميع الأطباء بشكل مكثف داخل المجازر للكشف على الماشية قبل الذبح ولتنظيم العمل والإشراف على أعمال الذبح. في الشرقية أعلنت المحافظة عن ارتفاع معدل توريد القمح المحلي ل 607,521 طن منذ بدء موسم التوريد في منتصف شهر أبريل الماضي داخل المواقع التخزينية بنطاق المحافظة، حيث يتم تسهيل الإجراءات على المواطنين والمزارعين عند توريد القمح بداية من مرحلة الفرز لمعرفة درجة النقاوة حتى التفريغ داخل مواقع التخزين. في الوادي الجديد أعلنت المحافظة تنفيذ حملة واسعة لإزاحة الرمال المتراكمة على طريق الخارجة أسيوط، حيث تراكمت هذه الرمال بفعل الرياح الشديدة مما أدى إلى عرقلة حركة المرور، وتم استخدام معدات الوحدة المحلية لإعادة فتح الطريق وضمان سلامة المسافرين. في شمال سيناء أنهى فريق الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي توزيع أكثر من 200 طن من لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في مدينة العريش، وبيستمر توزيع كميات أخرى من اللحوم في نطاق مركز بئر العبد. نروح مع حضراتكم لفاصل سريع، ومن بعده نستكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر.
ونصبح لحضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، وبالليل الجو هيكون مائل للحرارة على أغلب الأنحاء ومعتدل على السواحل الشمالية. في كمان نشاط للرياح على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. يعني كل سنة وحضرتك طيبة طبعا، وعيد سعيد عليك إن شاء الله. الجو لسه مستمر في درجات الحرارة المرتفعة، والمفروض إن من بكرة بداية فصل الصيف بشكل رسمي، يعني كل اللي فات ده إحنا ما كناش لسه فصل الصيف ابتدى بشكل رسمي. فأخبار الجو إيه، والأيام اللي جاية كمان هيبقى يعني في أي ظواهر جوية موجودة معنا؟ طبعا كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير. يمكن احنا ما زالت قيم درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية للوقت ده من السنة، يمكن احنا بدأنا من أول أيام عيد الأضحى انخفاض في قيم درجات الحرارة عن ذروة الارتفاع. صح، يوم السبت يوم الوقفة فعلا كان ذروة الموجة فعلا. بالفعل، وكانت العظمى على القاهرة الكبرى 43 درجة مئوية خلال فترة النهار. بدأنا بشكل تدريجي يحصل انخفاض وتغير في الحالة الجوية بشكل كبير على معظم المحافظات الشمالية. بالأمس العظمى على القاهرة الكبرى سجلت 36 درجة مئوية خلال فترة النهار، وده كان وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية. اليوم أيضا مستمر معانا الكتل الهوائية الشمالية لمعظمها قادمة على البحر المتوسط، لان احنا بنتاثر بوجود امتداد منخفض الهند الموسمي. منخفض الهند الموسمي ده منخفض كبير بيغطي مساحات كبيره جدا من شبه الجزيره العربيه، مناطق من اسيا، وكمان بيمر على البحر المتوسط، فمعاه كتل هوائيه شديده الحراره بتمر على البحر المتوسط بتؤدي لتعديل قيم درجات الحراره، بتخلي الكتل قيم درجات حرارتها اقل، لكن بتحمل بكميه كبيره من بخار الميه، يعني ارتفاع في نسب الرطوبه. يمكن احنا خلال هذه الايام قيم درجات الحراره حصل فيها تراجع، لكن بدات نسب الرطوبه تزيد بشكل كبير في الجو خلال فتره النهار، يمكن بتتجاوز ال 85 و90% في الاماكن الساحليه. في القاهره الكبرى بتوصل ل 80%، فنسب الرطوبه زادت بشكل كبير، وده اللي بيخلي وصلنا للطقس خلال فتره النهار ما زال طقس شديد الحراره، لان احنا بنحس بنسب الرطوبه العاليه اللي دايما بتخلينا بنحس بقيم درجات حراره اعلى دايما من قيم درجات الحراره المتوقعه في الظل. فما زال الطقس في الاماكن الداخليه في القاهره الكبرى، في الوجه البحري، حتى كمان في محافظات الصعيد طقس شديد الحراره خلال فتره النهار، رغم ان قيم درجات الحراره حصل فيها تراجع عن الايام الماضيه. كمان الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط طقسها ما بين المائل للحراره الحار فتره النهار، لانها تعتبر اقل قيم درجات حراره في الجمهوريه كلها، واللي بتتراوح ما بين 30 الى 31 درجه مئويه فتره النهار. كمان فتره الليل مع غياب التام لاشعه الشمس مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره بشكل تدريجي، بنحس باعتدال الاجواء خلال فترات الليل او ساعات الليل المتاخر وفترات الصباح الباكر في معظم محافظات الجمهوريه، وخاصه في المدن الجديده الاماكن المفتوحه بشكل كبير، المحافظات اللي بيكون لها ظهير صحراوي، لان كمان متوقع اليوم مع فترات المساء وساعات الليل يكون في نشاط نسبي للرياح سرعته ما بين 30 الى 35 كيلومتر على الساعه، بيساعد نشاط الرياح بشكل كبير على احساسنا بنسب رطوبه اقل وقيم درجات حراره اقل، لكن فترات الليل مش فترات النهار. طبعا في اعتدال كامل في حركه الملاحه البحريه على البحرين الاحمر والمتوسط، ارتفاع امواج على البحر المتوسط لا يتجاوز 2 متر، البحر الاحمر ما بين 2 ل2.25 متر، فبالتالي هم مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. خلال الايام اللي جايه وزي ما حضرتك قلتي في الاول، من بكره ان شاء الله هتكون البدايه الفلكيه لفصل الصيف بتعامد الشمس على مدار السرطان، هيستمر معانا فصل الصيف قرابه الثلاث اشهر. احنا عارفين ان فصل الصيف في جمهوريه مصر العربيه هو فصل ارتفاع في قيم درجات الحراره، بس خلينا نقول ان احنا في فصل الربيع بنسجل اعلى قيمه درجه حراره على مدار العام كله، بنسجلها في الفتره الماضيه عموما ولا السنه دي بس يا دكتوره منار؟ لا ده عموما احنا مناخيا السنوات الماضيه بتكون اعلى درجه حراره بنسجلها في فصل الربيع مش في فصل الصيف، يعني قيم درجه اول مره اعرف المعلومه دي والله. لان احنا في فصل الربيع بتبقى اغلب مصادر الكتل الهوائيه جايه من اماكن صحراويه، بتبقى الكتل الهوائيه بالظبط شبه الجزيره العربيه او الصحراء الغربيه، فبتبقى قيم درجات الحراره مرتفعه بشكل كبير، فبنسجل قيم درجات الحراره العاليه بنسجلها في الربيع.
لكن احنا دايما متعودين ليه الصيف هو الارتفاع في قيم درجات الحراره بسبب ارتفاع نسب الرطوبه، عشان كده احنا ناس بتقول الصيف هو الارتفاع في الحراره، ما بتحسش بيه فصل الربيع عشان الرطوبه بتبقى قليله بشكل كبير جاي من اماكن صحراويه. لكن في فصل الصيف دايما الناس بتقول لا ده هو فصل ارتفاع في الحراره نتيجه ارتفاع نسب الرطوبه. أيوة. منخفض الهند الموسمي هو ابرز التوزيعات الضغطيه اللي بتبقى دايما مشهوره في فصل الصيف، اغلب ايام فصل الصيف بنتاثر بمرتفع بمنخفض الهند الموسمي، ده منخفض الضغط زي ما قلنا في الاول. صحيح بالظبط، بيكون المنخفض الهند الموسمي معاه كتل الهوائيه جايه من على البحر المتوسط، فده بيؤدي للارتفاعات الكبيره في نسب الرطوبه اللي بنشوفها في فصل الصيف، لكن قيم درجات الحراره في الغالب اغلب ايام الصيف ما بتزيدش عن 40 درجه مئويه، ده طبعا مناخيا خلال السنوات الماضية ما بتزيدش عن 40، لكن إحساسي بيها طبعا بيتجاوز 40 بسبب نسب الرطوبة المرتفعة. يمكن احنا مع بداية فصل الصيف ان شاء الله مش هيكون في تغير كبير في الحالة الجوية، قيم درجات الحرارة هتظل ما بين 37 الى 38 درجة مئوية عظمى على القاهرة الكبرى فترة النهاردة في الفترة اللي جاية حتى بداية الاسبوع اللي جاي ان شاء الله، مع استمرار طبعا ارتفاع نسب الرطوبة. خلينا كمان نقول ان في فصل الصيف ايضا احيانا بنتاثر بمرتفع العروض الوسطى مع كتل هوائيه معظمها قادم من جنوب اوروبا، دي بتكون يعني معتدله او اكثر لطفا واقل حراره من منخفض الهند الموسمي. اكيد في فصل الصيف ده فصل ارتفاع الحراره هنتعرض لموجات شديده في الحراره، ده طبيعي في فصل الصيف، ودايما احنا بس ده مش دلوقتي يعني بريك كده شويه وهنرجع لموجات الحر تاني، ولا هنخش فيها على طول مباشره؟ يعني احنا على الاقل لبدايه الاسبوع اللي جاي ما فيش اي تغير كبير في قيم درجات الحراره، ما فيش ارتفاعات ملحوظه في قيم درجات الحراره، احنا بنتكلم على مدار الثلاث شهور الجايين. أيوة. وارد ان يتكرر فيهم موجات ارتفاع قيم درجات الحراره، دي حاجه طبيعيه جدا في فصل الصيف ما فيهاش قلق تماما. مش كل فصل الصيف طبعا بيكون قيم درجات الحراره فيها موجات وفيها ارتفاع، احيانا بيكون فيها اعتدال خاصة لما بنتأثر بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ده بيساعد كمان بشكل كبير على انخفاض قيم درجات الحرارة. اعتدنا كمان في فصل الصيف ان احنا مؤخرا بسبب التغيرات المناخية نشوف ارتفاع الحزام المداري، ده منطقة موجودة عند خط الاستواء بيحصل فيها امطار غزيرة بشكل كبير، ده يمكن ده من اسباب الامطار الصيفية في منابع النيل، بدأ يرتفع شمالا في شمال السودان فبدأ يأثر بفرص امطار ممكن نشوفها في فصل الصيف، ما بقتش حاجة غريبة لكن بنشوفها في المناطق الجنوبية، جنوب الصعيد، مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، لكن في الغالب ما بتأثرش تماما على أي أعمال أنشطة يومية، ده مش موجود معانا، لكن احنا بنقول السمات العامة في فصل الصيف. بس مهم بقى خلاص احنا هنبدأ فصل الصيف والناس كلها عارفة ان نسب الرطوبة هتبدأ تزيد في الجو، لازم ناخد بعض احتياطاتنا على مدار الثلاث شهور الجايين، في ارتفاع في الحرارة أو ما فيش ارتفاع في الحرارة، لازم يكون عندنا ازاي فكر ان احنا نواجه ارتفاع قيم درجات الحرارة أو موجات ارتفاع قيم درجات الحرارة أو حتى فصل الصيف عموما، وأهمها ان احنا لازم نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترات الظهيرة، لأن كمان تعرضي لأشعة الشمس هيخلينا نحس بقيم درجات حرارة أعلى مع وجود نسب رطوبة، فلازم من الساعة 12 الظهر لحد الساعة 4-5 العصر اتجنب اشعه الشمس بشكل مباشر، لو انا موجود خارج الشارع لازم يكون معايا غطاء للراس، يعني موجود بره يبقى معايا طبعا شخصيه او كاب اي شيء يحميني من اشعه الشمس، طبعا عدم الوقوف تحت اشعه الشمس فترات طويله، لازم اغير درجه حراره الجسم باستمرار تجنبا لاي اجهاد حراري، مهم كمان نوعيه الملابس تكون القطنيه الفضاضه فاتحه اللون لو انا هتعرض لاشعه الشمس. مهم كمان ان احنا نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل وازازه الميه تبقى موجوده في ايدنا على مدار اليوم حتى لو مش عطشان، دايما اشرب ميه بشكل كبير. مهم كمان ده مهم جدا موضوع الميه ده يا دكتوره مرار، يعني في ناس بيحصل لها امراض وما بتبقاش مدركه ان ده بسبب يعني الدي هايدريشن او قله شرب الميه خاصه في فصل الصيف، فعلا هو مهم جدا. بالفعل كمان طبعا احنا دايما بنقول بقدر الامكان لو نقدر نتواجد في اماكن جيده التهويه ده هيساعدني ان انا احس بقيم درجات حراره اقل ونسب رطوبه اقل، احنا دايما بنتكلم عنها في فصل الصيف، عدم طرق اي مواد قابله للاشتعال، ولاعات، سبراي، برفانات الطيارة، لو العربيه هتتركن تحت اشعه الشمس في الشارع. وطبعا نستمر في المتابعه الجيده للنشرات الجويه لان دايما بيحصل تغير في الحاله الجويه وده وارد جدا في ظل التغيرات المناخيه اللي العالم كله بيعاني منها واحنا كمان بنعاني منها بصوره مختلفه، يعني كل دوله بتتاثر بالتغيرات المناخيه لكن بشكل مختلف عن الدوله الاخرى طبقا للموقع الجغرافي بتاعها والمناخ كمان البلد متعوده عليه، ويمكن ربنا حمينا الحمد لله بوجود البحر المتوسط او البحر الاحمر،
الكتل الهوائيه شديده الحراره اللي بتبقى في الخليج واللي بنسمع عنها بشكل كبير اللي بتوصل فوق ال 50 درجه مئويه بمرورها على البحر المتوسط قيم درجات حرارتها بتقل، لكن طبعا بتحمل بكميات كبيره من بخار الماء. اكيد يعني طبعا احنا هنا في صباح الخير يا مصر بنتابع مع حضراتكم في هيئه الارصاد الجويه كل يوم تطورات أحوال الطقس، وطبعاً بيبقى معانا النشرة الجوية كل يوم وبتبقى في نصائح مهمة بتقدموها لنا، فبنشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. وما تنسوش أنه زميلي محمد عبده هيبقى معايا النهاردة فقرة منفصلة هيتكلم فيها عن بداية فصل الصيف وهنعمل إيه في فصل الصيف. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة وفي المحافظات. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25، وفي العاصمة الإدارية 38-24، الأسكندرية 31-23، والعلمين الجديدة 30-22، مطروح 29-22، ودمياط 31-23، بورسعيد 31-25، والإسماعيلية 37-24، في السويس العظمى 37 والصغرى 24، والعريش 30-22، أما في كاترين فالعظمى 34 والصغرى 16، طوبة 37-26، وحلايب 36-29، شلاتين 42-28، وشرم الشيخ 41-30، الغردقة 40-30، وفي الفيوم 38-24، في بني سويف 38-25، وفي الوادي الجديد 41-29، أما في أسيوط فالعظمى 40 والصغرى 26، سوهاج 40-27، وقنا 45-30، الأقصر 46-30، وأسوان 47-30. ودي كانت نشرتنا الجوية المفصلة. هرجع مرة تانية لزميلي محمد عبده لمتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هالة، وزي ما قلتي فعلا خلاص احنا يعني بكرة البداية الرسمية، البداية يوم الرسمية. الخميس لفصل الصيف وانتهاء الربيع. وكمان بيقولوا هالة انه يعني بالحسابات الفلكية كده انه فصل الصيف السنة دي هيكون مدته 93 يوم و15 ساعة و53 دقيقة، يعني بالظبط كده بالحسابات الفلكية. فاحنا قدام صيف لسه طويل، وزي ما تابعنا مع هالة الحملاوي لسه درجات الحرارة طبعا الفترة اللي جاية هتزيد. ومعانا النهاردة ان شاء الله فقرة هنتكلم فيها عن بدايات فصل الصيف. دلوقتي تعالوا نتابع مع حضراتكم اهم الاخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتبدأ مصر للطيران الناقل الوطني جسرها الجوي لنقل ضيوف الرحمن بعد انتهاء مناسك الحج من الأراضي المقدسة لأرض الوطن بتسيير 9 رحلات جوية بواقع 8 رحلات بخط سير جدة القاهرة ورحلة بخط سير الطائف القاهرة، وده لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية وتضامن المنيا وقرعة مجلس الشيوخ ومجلس النواب وحجاج الترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة. النهارده العشاء الكره المصريه موعدهم مع مباراتين مهمين في اطار الجوله 26 من عمر المسابقه، هيلتقي بيراميدز مع بلديه المحله في 7 مساء، في نفس التوقيت هيلتقي مودرن فيوتشر مع سيراميكا. لعشاء الكره الاوروبيه موعدهم النهارده مع 3 مباريات قويه في اطار الجوله الثانيه من دور المجموعات ببطوله كاس الامم الاوروبيه يورو 2024، هيلتقي منتخب كرواتيا مع منتخب البانيا في 4 عصرا، وفي الساعه 7 مساء هيلتقي منتخب المانيا مع منتخب المجر، في 10 ليلا هيلتقي منتخب اسكتلندا مع منتخب سويسرا. على مدار أيام عيد الأضحى صباح الخير يا مصر كده بيحاول مع حضراتكم يرصد أجواء البهجة والعيد ومظاهر الاحتفال في كافة أنحاء الجمهورية. تعالوا نشوف مع حضراتكم أجواء والاحتفالات الخاصة من داخل الحديقة اليابانية بحلوان. على قائمة زيارات الأسرة المصرية تأتي الحديقة اليابانية بحلوان لاحتوائها على مناظر جمالية تنقلك من مصر إلى اليابان، فهي تتميز بتصميمها على الطريقة اليابانية. أنا أول مرة وكده يعني، بس هو مكان جميل جدا، في حاجات حلوة يعني زي مراكب في مية والحاجات الحلوة دي. نطلع نتنزه تمام في العيد ونفك عن نفسنا شوية، كل واحد بيجيب الأسرة بتاعته تمام ويقعدوا مع بعض وزي ما انت شايف كلها عائلات. الحديقة اليابانية تتميز بالهدوء والأشجار النادرة والأزهار المميزة والنباتات المتنوعة والتماثيل الضخمة، كما أن بها ألعاب مائية للأطفال وبها تستطيع التقاط أفضل الصور التذكارية. أنا جيت من زمان وأنا لسه برضو شاب صغير وجيت أنا والأولاد هنا،
العيال يعني مرتاحين وكويسين، يعني المكان جميل وهادي. هي كلها جميل، كلها مميزات يعني، هي بجد ممتعه والاجواء حلوه ويعني كشكل هي حلوه. جيتها قبل كده وبصراحه الاجواء زي الفل وممتعه جدا، وان شاء الله في احسن كمان وكمان. ما يقرب من 300 حديقه عامه و50 حديقه متخصصه بالعاصمه تفتح ابوابها لسكان القاهره الكبرى خلال ايام العيد بالالعاب الترفيهيه والاماكن المميزه والمناظر الرائعه. دلوقتي معنا تقرير تاني عن الفعاليات اللي تمت في حديقة مكتبة الطفل بمدينة نصر بمناسبة عيد الأضحى المبارك. الحديقة جميلة جدا، اولا يعني فيها مكان حلو جدا للاطفال ان هم يلعبوا فيه، الكيدز اريا، وفي نفس الوقت احنا ككبار نقعد ونستمتع، وفي كافيهات وفي حاجات، ففي فرايتي بصراحة الكبار والصغيرين يستمتعوا بيها. ده بالنسبة للامان يعني، والاطفال لا كويسة جدا، كويسة وفيها امان وراحة للاطفال برضو، لا كويسة. الحديقة جميلة جدا، مساحات واسعة وكلها حاجات خضرة كده، وكمان في بازار وفي اكتيفيتيز كتير قوي، ولا طبعا مش اول مرة نيجي يعني، احنا على طول يعني، هم بصراحة عاملين فيها مجهود حلو قوي، وفيها كل الخدمات اللي ممكن نحتاجها من اطفال لكبار يعني. مع اولاد طبعا، مكان اقتصادي، مكان رخيص جدا، كل حاجة بسعر بسيط، كل حاجة بسعر كويس. المكان بسم الله ما شاء الله مكان واسع على كذا فدان، وما شاء الله مكان كويس يعني، يبسط الاولاد والناس ما شاء الله، حتى في سوريين فلسطينيين عرب كتير هنا، اخواتنا العرب. الجنينه كانت حلوه قوي، بعد كده جيت قعدت العب كوره مع اصحابي، وقعدنا نلعب لحد ما جيت، وبعد شويه هناكل وهنمشي. انا اتبسطت في قوي في الجنينه، ولعبت انا واخويا بالكوره، وفي نفس الوقت الجنينه كانت شكلها حلو وجميله واتبسطت. الحديقه كانت كويسه، والناس كانت يعني تعاملها معانا كان حلو. قعدت لعبت بالسكيت، وفضلنا نلعب كوره، ودخلنا شويه الحديقه قعدنا نلعب. الجنينه حلوه قوي، وبسطت لعبت مع اخويا الكوره. الجنينه بجد النهارده كانت ممتعه وجميله، وانا انبسطت مع عائلتي هنا في الجنينه، واللعب بجد كانت جميله، وانبسطت ولعبت مع اخواتي كتير. الجنينه حلوه وجميله، واتبسطت النهارده وممتعه مع اخواتي، ولعبنا كوره. من القاهرة نروح مع حضراتكم لدمياط، اللي شهدت إقبال كبير جدا من المواطنين على الحديقة الدولية، أعداد كبيرة من الزوار خلال أيام العيد. الحديقة هنا كويسة وممتازة، فيها خدمات كويسة، فيها أمان، نظافة. احنا كل عيد بنيجي هنا انا واهلي واصحابي عشان ننبسط يعني، ونخرج في الحديقه، وبصراحه الحديقه جميله جدا ونظيفه، وهي موجوده اصلا وسط البلد يعني، قريبه من ناس كتير جدا، فالناس كلها اصلا بتيجي تنبسط هنا كل عيد. المكان حلو جدا، والحقيقه الولاد بيستمتعوا باللعب هنا، وبتبقى خروجه حلوه جدا، لان الولاد بيلعبوا وبيجروا، والحديقه طبعا قريبه من البيوت ومن الناس، وموقع حلو جدا. المكان بجد حلو، فيه العاب للاطفال اللي عايز يلعب، وممكن تلعبوا براحتكم هنا، المكان واسع وكبير، وساعات بيعملوا هنا حفلات حلوه. الحديقه هنا تعتبر زي معلم اثري كده في دمياط، لازم في العيد حاجه اساسيه لازم نخرج ونيجي الحديقه، حتى لو بعدها هنروح اماكن تانية، بس دي حاجه اساسيه في العيد. حقيقة احنا شعب بيحب البهجه والفرحه في ايام العيد، رغم ارتفاع درجات الحراره كان في إقبال كبير من المواطنين على الحدائق والمتنزهات في كافة محافظات مصر. النهاردة احنا في قافلة طبية من أمام حديقة فريال لتأمين المواطنين اللي بيعيدوا، ونحب بهذه المناسبة نقول لهم كل سنة وهم طيبين ومصر كلها بخير. متواجدين طبعا، في ناس بتيجي من إدفو وبتيجي من إسنا، بنكشف عليها وبنحول على يعني الحالات الصعبة بنحولها على المستشفى، والحالات اللي بيكشف عليها الدكتور، ومن دون فلوس ولا من دون أي حاجة، والعلاج مجاني والكشف مجاني.
جينا هنا لقينا القافلة الطبية بصراحة واستعنوا بها آخر استعنا هنا، وبصراحة يعني حاجات يعني على أعلى مستوى. يعني جاي هنا جنينة فريال أنا وأخواتي وأمي وأبوي وأخواتي وأصحابي، جايين هنا بالمناظر الجميلة في أسوان، وإحنا ساكنين في أسوان هنا وجينا جنينة فريال في العيد، وجايين هنا عشان يتفرج على الحاجات الجميلة في أسوان وعبر نهر النيل. بنيجي كل سنة في القرية وفي المكان الجميل ده، مكان رائع وجميل، ونحب نروح الجناين بتاعت أسوان، منظر ساحري، مكان جميل، الجو هنا حلو، الجو هنا جميل، وأسوان حلوة، وهنا الجنينة دي بالخصوص يعني التذكرة بتاعتها رخيصة جدا وفي المتناول. الحقيقة تابعنا وشفنا إقبال كبير جدا على الحدائق والمتنزهات في محافظات مصر المختلفة في عيد الأضحى. يمكن الحدائق هي الفسحة اللي الناس دايما اتعودت عليها في الأعياد والمناسبات المختلفة. تعالوا مع حضراتكم نتعرف على تفاصيل أكثر عن نسبة إقبال المواطنين على حدائق الحيوانات على مستوى الجمهورية. إيه هي التسهيلات اللي قدمتها الحدائق للزائرين؟ معانا على التليفون دكتور محمد جلال مدير عام الإدارة العامة لحدائق الحيوان والطيور والأسماك. صباح الخيرات على حضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. صباح الخير يا فندم، صباح الخير على الشعب المصري وكل سنة وانتم طيبين. عايزين نعرف من حضرتك كده إزاي حدائق الحيوان المختلفة على مستوى الجمهورية استعدت لاستقبال المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك؟ إيه هي الإجراءات والتسهيلات اللي قدمت للمواطنين؟ في الحقيقة يا فندم وزارة الزراعة الهيئة العامة خدمات البشرية بتولي اهتمام كبير جدا طول السنة لحدائق الحيوان التابعة ليها، وبنبقى متشوقين للفترة بتاعة الأجازات والعطلات الدينية والمناسبات الدينية اللي يعني بتستقبل جموع غفيرة من الزوار اللي بينشدوا قضاء يوم في الهواء الطلق وسط القدرة ويتمتعوا بمشاهدة الحيوانات والطيور والأسماك والزواحف المختلفة. علشان كده فندم احنا دايما بنستعد في الفترة ديت ان احنا بنكثف الشغل بتاعنا قبل فترة الأعياد والمواسم، وفي نفس الوقت برضو بنسعى جاهدين ان احنا نعمل عمليات تدوير مستمرة. وده طبعا دي فلسفة احنا اتبعناها من 2024 تدوير للمجموعات الحيوانية اللي عندنا، بمعنى الحيوانات اللي بتبقى موجودة بوفرة في حديقة بناخد منها نوديها في حديقة تانية. جميل، عشان يبقى في فرصة لكل المواطنين في المحافظات المختلفة انهم يشوفوا او يطلعوا على المجموعات الحيوانية الجديدة دي. تمام، ودي برضو بتبقى فرصة من الناحية الفنية ان احنا نغير الدم ونغير النسل ونقوي النسل وكده. طيب انا عايز اعرف من حضرتك هل في ارقام او احصائيات عن عدد الزوار واللي زاروا حدائق الحيوانات في مختلف المحافظات؟ يعني امبارح كان معانا مديرة حديقة الحيوان باسكندرية واتكلمت، وهي تعتبر دلوقتي الحديقة الاولى يعني على مستوى الجمهورية، طبعا حديقة الحيوان بالجيزة فيها تطوير، قالت لنا ارقام كبيرة جدا ما شاء الله، يعني في اليوم الثاني عدى 15000 او حوالي 15000 زائر. تمام يا فندم، هو طبعا اسكندرية بصفتها الحديقة الام حاليا فطبعا الاعداد بتاعت الزوار بتبقى كبيرة شوية نسبيا. لكن طبعا احنا كنا متوقعين اعداد اكبر من كده، بس طبعا عشان موجة الحر صحيح فالجمهور في اسكندرية حتى اتجه للشواطئ اكتر من الحدائق. قال بقى الشواطئ كده الدنيا بيبقى الجو احلى شوية بعيد عن موجة الحر. الجو هدي، لا والجو هدي كمان اليومين دول عن الاول، عن الثلاث اربع ايام اللي فاتوا. طب عايز اسال حضرتك دكتور جلال، فرصه حضرتك معانا على الهوا، التطوير بقى لكفاءه حدائق الحيوان على مستوى الجمهوريه باضافه يعني مجموعات حيوانيه جديده، اقامه فعاليات ممكن تكون جاذبه للمواطنين، يعني كلمنا ازاي بتشتغلوا على تطوير هذه الحدائق؟ في الحقيقه فندم طبعا كلام حضرتك مظبوط، احنا بنسعى جاهدين برضو ان احنا نجتذب الفعاليات اللي هي زي ما حضرتك بتقول المعارض اليوم الواحد، النشاطات الجامعات المختلفة، بس يمكن الكلام ده في حديقة الاسماك في الزمالك بيبقى بصورة ملحوظة اكتر، الناس بتفضل تعمل الفعاليات اليوم الواحد في حديقة الاسماك في الزمالك.
جميل. واحنا بنعمل لحضرتك معرض شهري بالاشتراك مع احد الشركات المتخصصة في الموضوع ده، والمعرض دايما يعني بيلاقي نجاح، واحنا بنستمتع ان احنا بنخدم جمهور منطقة الزمالك وحولها وما حولها. دي حاجة. الحاجة الثانية فندم، طبعا احنا يمكن في الفترة اللي جاية بإذن الله تعالى بندرس مشاركة الناشطين والرياضيين اللي بيمارسوا رياضة الكياك، لأن عندنا مرسى صغير على النيل. جميل. فإن شاء الله بإذن الله ده نشاط هادف، نشاط رياضي. احنا بنسعى برضو لأنه هو يبقى ربحي، بس ربحي هامش ربح الربح بتاعه لا يعادل الهامش الرياضي بتاعه. جميل. وفي نفس الوقت يا فندم برضو احنا عندنا حديقة العريش ان شاء الله. جميل. الفترة اللي جاية من 24 هنحاول ان احنا نجهزها. جميل. ونزودها بالمجموعات الحيوانية المختلفة، وخصوصا كمان ان طبعا الدولة المصرية وقيادتها ساعد جاهدة ان استقرار الناحية الامنية في شمال سيناء. دي نقطة مهمة جدا، وزي ما حضرتك قلت طبعا جميع الحدائق الخاصة بالحيوان والطيور والأسماك بقت يعني حدائق جاذبة جدا لفعاليات مهمة، وده شيء جميل جدا. احنا عندنا حدائق يعني نادرة جدا على مستوى العالم وتاريخية، وبيتم الاهتمام والصيانة والحرص والعناية بها بشكل كبير. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد جلال، مدير عام الإدارة العامة لحدائق الحيوان والطيور والأسماك. دلوقتي معادنا مشاهدينا مع موجز لأهم وآخر الأنباء، موجز 8 صباحا بتوقيت القاهرة مع زميلتنا العزيزة هالة الحملاوي. تفضل هالة. شكرا محمد. 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. يواصل حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج برمي الجمرات في مشعر منى في ثالث أيام التشريق الثلاثة. وكان حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين قد أدوا طوافي الإفاضة والوداع بعد أن رموا جمرات اليوم الثاني، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة. صرحت وزارة الخارجية بأن القطاع القنصلي بالوزارة وبعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية في السعودية والأجهزة المعنية تبذل جهودا مكثفة بالتعاون مع السلطات السعودية لمتابعة عمليات البحث عن المواطنين المفقودين بين صفوف الحجاج، بالإضافة إلى وقوع أعداد من الوفيات خلال موسم الحج الحالي. وأوضحت الخارجية أن السفارة المصرية في الرياض قامت بإفادة بعثة قنصلية إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للوقوف على تطورات الوضع الراهن ومتابعة جهود البحث عن كافة المفقودين من المواطنين المصريين، كما يتم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بنقل جثامين المواطنين الذين وافتهم المنية ويرغب ذووهم في إعادة جثامينهم إلى أرض الوطن. وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأفادت مصادر فلسطينية بوقوع شهداء ومصابين إثر قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في منطقة المواصي شمال غرب مدينة رفح فلسطينية. كما أعلن مستشفى العودة في النصيرات استقبال 6 جثامين لشهداء و15 مصابا جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة في وسط قطاع غزة وجنوبه. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على خطط عملياتية لهجوم في لبنان، وقال جيش الاحتلال في بيان إن كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين أجروا تقييماً مشتركاً للوضع في القيادة الشمالية، وتمت المصادقة إقرار خطط عملياتية لهجوم في لبنان. وأضاف البيان أنه تم اتخاذ قرارات بخصوص مواصلة تسريع استعدادات القوات في الميدان. وفي واشنطن أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن الولايات المتحدة لا تريد حربا إقليمية أوسع نطاقا في الشرق الأوسط. وقال باتريك رايدر المتحدث باسم البنتاغون إن أولوية الإدارة الأمريكية هي التوصل لحل دبلوماسي يؤدي إلى خفض التصعيد على الحدود مع لبنان. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن دعم الصين للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية يطيل أمد الحرب في أوكرانيا. وشدد بلينكن في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ناتو يانس ستولتنبرغ على ضرورة وقف الصين الدعم الحاسم لروسيا والإبقاء على آلة الحرب المستمرة.
صدق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مسودة اتفاقية للشراكة الاستراتيجية الشاملة مع كوريا الشمالية التي سيتم التوقيع عليها في لقائه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وبحسب بيان للرئاسة الروسية فإن الوثيقة تحدد آفاق مواصلة التعاون الثنائي مع الأخذ في الاعتبار العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة سواء في مجال السياسة الدولية أو في المجال الاقتصادي بما في ذلك القضايا الأمنية. انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. النهاردة ذكرى ميلاد الجوكر الفنان القدير حسن حسني غول تمثيل. حقيقة حسن حسني اسمه علامة مهمة جدا في تاريخ الفن المصري، صاحب مدرسة خاصة في الأداء سواء في المسرح أو السينما أو التلفزيون. الفنان القدير حسن حسني قدم حوالي 500 عمل ما بين مسرح وسينما وتلفزيون، وكانت النسبة الأكبر من الأعمال دي خلال آخر 20 سنة من عمره علشان يبقى في قائمة الفنانين الأكثر مشاركة في الأعمال الفنية في تاريخ الفن المصري. تعالوا نشوف مع حضراتكم تقرير وأهم المحطات الفنية في حياة الراحل حسن حسني. تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير حسن حسني الذي ولد في 19 من يونيو عام 1936 في حي القلعة بالقاهرة، وقدم خلال مشواره الفني الطويل الذي بدأ في المسرح في بداية الستينيات أكثر من 500 عمل فني بين سينما وتلفزيون ومسرح، ما جعله أحد أكثر الفنانين تقديماً للأعمال الفنية في تاريخ الفن المصري. حقق الجوكر حسن حسني مسيرة فنية طويلة كان شاهداً فيها على صعود جيل كامل من الشباب صاروا نجوماً، وله رصيد فني كبير من المسرحيات والأفلام والمسلسلات. أهلاً وسهلاً. روح أنت. بقية في حياتك مدام. أنت مالك أنت بقية في حياتها ولا حياتي أنت؟ امشي. عشق التمثيل منذ طفولته وشارك في عروض مسرحية في المدرسة وحصل على العديد من الميداليات، وكان أول ظهور له بالسينما في دور صغير في فيلم الكرنك من بطولة نور الشريف وسعاد حسني عام 1975، ثم لفت الأنظار بأداء دور الشرير عوني في فيلم سواق الأتوبيس من إخراج عاطف الطيب عام 1982. المهم دلوقتي هتعمل إيه؟ قدم الفنان الراحل حسن حسني عدة مسرحيات منها من فينا الغبي، لعب الحب، ثلاث عقلاء ولكن، المرجحة، سندريلا والمداح، وصبح صبح. فيها بهيج فيها سواق تجيبالي لقمة وجيبالي واحد يأكلها. أنا فاكرة تبعك. تبعي؟ تبعي منين؟ نعرفه منين؟ ما احنا خلاص بقينا ملقى في أي حد بيخش والسور وقع. وكان للفنان الكبير حسن حسني بصمة كبيرة في عالم السينما وقدم الكثير من الأعمال من أشهرها هلو كايرو، سمير وشهير وبهير، الدكتاتور، كركر، وخيال مئاتة. في مجال الدراما قدم الراحل حسن حسني عدة مسلسلات وكانت بداية تعرف الجمهور عليه في التلفزيون من خلال مسلسل أبناء الأعزاء شكراً مع الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي في عام 1979، ومن بعدها قدم العديد من الأعمال القيمة أبرزها رأفة الهجان، سلطانة المعز، رحيم، الأب الروحي، والعار. احنا لازم نحط في اعتبارنا ان اي شاب في سنه وليه تجربته وظروفه كمان كان بالتأكيد لازم يرحب ويفرح ويبقى سعيد جدا. رحل الجوكر الفنان حسن حسني في الساعات الأولى من 30 من مايو عام 2020 عن عمر ناهز 84 عاماً بعد نقله إلى المستشفى بسبب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة رحل على إثرها.
في ذكرى ميلاد الراحل الكبير حسن حسني، خلونا نتكلم مع حضراتكم عن أبرز المحطات في حياة الفنان الكبير. معانا على الهاتف الناقد الفني الأستاذ أحمد سعد الدين. صباح الخير على حضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. خير، أهلا وسهلا، صباح الخير وكل سنة وأنتم طيبين وكل المشاهدين يا بخير يا رب. الراحل الكبير حسن حسني بدأ رحلته مع الفن بدور صغير جدا في فيلم الكرنك، إخراج علي بدرخان وبطولة نور الشريف وسعاد حسني، وكانت بداية قوية جدا. بعد كده يعني استمر العمل مع عاطف الطيب في أفلام كتيرة جدا شهيرة زي البريء والهروب. شايف البدايات الخاصة بالجوكر حسن حسني إزاي؟ هو الحقيقة لو جينا الأستاذ حسن حسني عليه رحمة الله، هو ابتدى أساسا كان في المسرح العسكري. يمكن ما كناش بنشوف المسرحيات بتاعته، بس دي ادت له خبرة كبيرة جدا. لما شارك في فيلم الكرنك، وبعدين في بداية الثمانينات عاطف الطيب الله يرحمه كان بيحضر لسواق الأوتوبيس، وسواق الأوتوبيس هنلاقي إن حسن حسني دور مهم جدا. صحيح. ولكن دور شرير، عوني الشرير، عوني اللي هو ضيع الورشة اللي عايز يشتريها. صحيح. فكانت طبعا دور شرير. عاطف الطيب كان مقتنع بقدرات حسن حسني، لأن هنشوفه في البريء، هنشوفه في الهروب، هنشوفه في معظم أفلام عاطف الطيب، كان دايما حسن حسني لأن وشه معبر بشكل كبير جدا. بعد كده انطلاقة حسن حسني بقى في الدراما التلفزيونية شفناها في حاجات كتيرة جدا، لكن أنا عايز أتوقف عند محطة مهمة. وهي تفضل تفضل يا فندم، تفضل سامعين حضرتك. محطة مهمة وهي محطة السينمائيين الجدد، اللي هي نهاية التسعينيات وبداية عصر الشباب، محمد هنيدي، كريم عبد العزيز، أحمد السقا، علاء ولي الدين الله يرحمه، المجموعة دي. هنا كان في تحول كبير جدا جدا في مشوار حسن حسني. ليه؟ لأن هؤلاء الشباب نجوم وكوميديانات وكل حاجة، ولكن محتاجين ممثل كبير يشيلهم. وهو اللي يعرف. نقدر نقول يا أستاذ أحمد، نقدر نقول إن هو كان يعني يعتبر كده تميمة الحظ لجيل نجوم الكوميديا الجدد زي هنيدي وعلاء ولي الدين الله يرحمه. هو بدون حسن حسني أعتقد الجيل ده كان هيقابل. صحيح. مشكلات كبيرة جدا، لأن حسن حسني هو رمانة الميزان كمان. الثقل، مركز الثقل الموجود في هذه الأفلام. هلاقي هنيدي وعلاء ولي الدين وأحمد آدم وكريم عبد العزيز، كان حسن حسني قاسم مشترك في كل هذه الأفلام، وكان تميمة الحظ والنجاح. ودي كانت يعني هو نفسه بيقول إيه، أنا ابتدى الجمهور يحفظني ويحبني فوق الستين. صحيح. فده برضو كان بيديله عمر آخر. يعني هو سر تألقه أكتر كان في الفترات الأخيرة من عمره، يعني دايما في توهج، كان في توهج أكتر حتى في الأداء، سواء مسرح أو سينما أو تلفزيون. بالتأكيد. هنا نقدر نقول بقى حاجة تانية. فضل. إن حسن حسني لم يكن نجم صف أول اللي هو يتباع باسمه الفيلم، لكن هو النجم اللي بيقدر يشيل الفيلم. زيه زي محمود المليجي، زي المجموعة دي، اللي هو الدور الثاني هو الدور الرئيسي. ودي مش أي حد يقدر يعملها. الحاجة الثانية، حسن حسني كان بيجمع ما بين إن هو يبقى ممثل كوميدي من الطراز الأول. صحيح. وإن هو ممثل شرير برضو من الطراز الأول، في اللي حالتين الناس بتحبه أو الجمهور بيحبه. وكمان عنده الأداء التراجيدي قوي جدا زي الأداء الكوميدي في مسلسلات جداً. كتيرة كمان. هو دور مهم جدا، أو أدواره كانت مهمة جدا جدا. بدليل ان احنا لسه فاكرين ادواره لحد دلوقتي في حسن ارابيسك، وفي بوابه الحلواني نيازي باشتك، ما نقدرش ننساه. هو الحقيقه كان بيضفي على الدور بصمه من بصمات الموهبه الموجوده. لان مش كل الناس، كل واحد ممكن يؤدي الدور، ولكن مين الدور اللي يعلم؟ صحيح. الفارق كبير جدا جدا في النقط دي. حسن حسني كان أستاذ في هذا المجال، وأعتقد أنه هو التميمة الحظ في 25 سنة الأخيرة في تاريخ السينما والدراما. طب حضرتك قلت أن بدايات الراحل الكبير حسن حسني كانت مع المسرح العسكري،
وده لون من الوان المسرح طبعا مش متداول قوي، ما عرفناش عنه كتير. المسرح بقى في حياه حسن حسني هو قدم اعمال كتيره جدا حتى مع نجوم الكوميديا الجديده طبعاً. عفروتو وغيرها طبعا من المسرحيات، شايف وحزمني يا طبعا مع فيفي عبده يا علامه الحقيقه يعني حزمني يا دي كانت من اهم المسرحيات في منتصف التسعينيات اللي خلت الناس تلتفت الى حسن حسني بشكل اكبر تحديدا في المسرح. وبعد كده وده كان بدايه برضو محمد هنيدي في لفت الانظار. صحيح. وطبعا يعني كانه هو اللي فتح البوابه كده لنجوم الكوميديا الجدد في التسعينات. هو الاساس الحقيقه هو الاساس. يعني هو اللي كان موجود في حزمني اياه، وهو بعد كده اللي كان في كل الافلام، لكن عمل مسرحيات كتيره من عفروتو وحزمني اياه وفي حاجات وفي الثمانينات وبدايه التسعينات شارك في مسرحيات كتير جدا جدا، وتقدر تقول ان له بصمه. صحيح. يعني هنيدي كان دايما بيقول عليه ان هو ميزان المسرح، هو الميزان اللي بيضبط الحياه على المسرح. هو كان عنده حاجه جميله جدا، حس فني في ايه؟ ان هو يقدر بلغه المسرح ولغه السينما يفرش للنجم اللي قدامه ازاي يلقي الافيه بشكل جيد. الفرشه دي مش اي حد يعرف يعملها. ليه؟ لان في ممثلين كتير جدا ممكن يستاثر بالافيه لنفسه. هو صحيح. كان عنده الحاله بتاعت ازاي انا افرش للي قدامي الافيه عشان يطلع الافيه بشكل جيد يوصل للجمهور، فدي كانت احدى مواهب حسن حسني. طب حسن حسني حاله فنيه استثنائية جدا، وكمان حالة إنسانية، لأنه كل اللي عاصروه من الفنانين بيتكلموا إن هو كان أب حنون جدا لكل الفنانين الشباب، وكان بيديهم الفرصة ويسمعهم ولو في أي مشكلة. بالظبط. هو كان الجانب الإنساني ده أستاذ أحمد أهميته إيه في حياة الفنان؟ إنه إلى جانب دوره الفني هو رجل إنسان كمان. خلي بالك من نقطة مهمة جدا اللي هي إيه؟ الكاميرا بتعكس قلب الإنسان. جميل. بمعنى ان لو الانسان مش صافي من جواه عمر الكاميرا ما هتطلعه بالظبط زي ما هو، ان هو جميل. صحيح. فالطيبه بتحصل، يعني احنا شفنا محمود المليجي مثلا كان شرير، ولكن كان لما يجي يتكلم في اي حاجه انت كنت بتحس ان هو انسان كويس. انسان طيب. حسن حسني نفس الحكايه. وبعدين انا فاكر في لقاء جابه حسن حسني كان عنده بنتين وكبروا واتجوزوا، وبعدين هو اتجوز زوجه ثانيه، الولد والبنت اولادها هو اللي مربيهم، فهم اللي طلعوا واتكلموا وكانوا بيشرحوا ازاي حسن حسني عايش معاهم وهو بالنسبه لهم هو الاب. وده يكفي بالنسبه لتاريخ حسن حسني في الانسانيه. ليه؟ لان هي دي الرساله اللي هو كان بيوصلها، فهو بيعمل كده مع القريبين منه. تخيل بقى لو انت بتتكلم مع ممثل، هو كان مؤمن بالنجاح الجماعي، لو ما نجحناش كانت هو لا يقل نجومية عن النجم الأول، ولكن التوزيع والعنصر التجاري بيبقى له رأي آخر. وهو كمان كان ذكي جدا في اختياراته الفنية سواء للمسرح أو السينما والتلفزيون، يعني كان بيختار نصوص بعين إنه أنا لا النص ده أنا قادر أقدمه ولا لا. الموهبة إنك إزاي تعرف تقرأ الفيلم أو المسلسل على الورق. دي الموهبة الأساسية. صحيح. لو عرفت ازاي انا هذا الفيلم او هذا المسلسل اعرف اقراه على الورق واشوف ان هو هينجح ولا لا او مؤثر ولا لا، هي دي 50-60% من موهبة الفنان. كل الشكر ليك الأستاذ أحمد سعد الدين الناقد الفني على المداخلة دي، وطبعا ألف رحمة ونور ولروحه السلام حسن حسني، زي كده ما أسعد ملايين المشاهدين في مصر والعالم العربي، هتفضل أدواره كده في أذهان كل المصريين وأذهان كل محبي وعشاق فن الراحل حسن حسني. نروح مع حضراتكم لفاصل سريع ومن بعده نستكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر. من
بنجدد صباحنا على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. امبارح كان في مباراتين في بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، بدأت بمباراة تركيا وجورجيا اللي انتهت بفوز تركيا 3-1. المباراة التانية جمعت ما بين البرتغال والتشيك، وفازت فيها البرتغال بنتيجة 3-2-1. هنعرف تفاصيل أكتر على المباريات دي من الناقد الرياضي محمد القاضي اللي معانا عبر تطبيق زوم. صباح الخيرات على حضرتك وكل سنة وانت طيب. صباح الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. كلنا بنتابع، يوم جميل إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. كلنا بنتابع يورو 2024، مباريات كل يوم أقوى من اللي قبلها. في البداية كده حابين نعرف من حضرتك مباراة تركيا وجورجيا، شفت المباراة دي إزاي امبارح؟ هو المبدئين بس، هو اليورو مباراته كلها ممتعة، يعني ما فيش فرق ما بين منتخبات كبيرة ومنتخبات صغيرة. احنا بنشوف كاس عالم مصغرة، خلي بالك. يعني هو فاضل لها فرقتين اتنين بالظبط، يعني الارجنتين والبرازيل، واحنا بنشوف كاس عالم. صح، كل اربع سنين العالم كله مستني اليورو، كاس امم اوروبا. فحتى كلنا صراحة في استمتاع ما بين كل الماتشات، ما بنشوفش فرق صغيره وفرق كبيره، بنشوف الفرق كلها بتتجرأ على الفرق الكبيره، بنشوف كل الفرق بتسعى للفوز، وده في حد ذاته حاجه مهمه جدا. احنا كل الماتشات فيها اهداف. صحيح، وغزاره هدفيه رهيبه. يعني عشان كده لو حضرتك بتتكلم على ماتش تركيا وجورجيا، يعني انا الفرقتين دول ما كانوش مترشحين ان هم من المجموعه ان هم يصعدوا اول وثاني. لا، ده هي ده الفرق ديت من، يعني تعتبر الفرق اللي ممكن تطلع ثالث ورابع. احنا بنشوف تركيا بتحقق فوز حلو وكبير على جورجيا، ثلاث اهداف حاجه مهمه جدا، بس بنشوف ان الفرق كلها بتجيب اجوان، ودي ظاهره كويسه. يعني الاجوان حتى الفرق اللي بالشهيره او الفرق الصغيره، شفنا ده في سلوفاكيا مثلا عملت ده. يعني حتى الفرق الصغيره اللي مالهاش تاريخ كبير فيها عندها قدره تهديفيه كبيره في يورو 2024. هو 90%، يعني يا استاذ محمد، هو في 90% من لعيبه المنتخبات الصغيره محترفه في اقوى الدوريات. محترفه في اوروبا، فعشان كده هم واخدين على الاجواء، فما فيش فرق ما بينهم. وانت عارف هي ساعه طيران. صحيح. طب استاذ محمد، رايك ان تركيا ممكن توصل يعني لمراكز متقدمه في البطوله؟ شفنا يعني اداء قوي كمان لاردا جولر في المباراه، وهو اصغر يعني لاعب بيسجل في ظهوره الاول بقميص منتخب بلاده. انا عايز اقول لك ان تركيا، يعني هي الفوز دوت وبيديها الامل ان هي ممكن تصعد من المجموعه كتاني حتى، يعني بس انا شايف ان هي فرصها في الصعود تاني اصعب. مش هتصعد، يعني ممكن ما تصعدش من المجموعه، رغم ان انا شايف ان هو كويس ومنتخب متناغم ومتجانس وما عندوش مشاكل في حتى ما بين اللعيبه وبعض، في نقل الكوره، في التقدم الدفاع للهجوم، حتى في الهجمات المرتده. يعني هم بينفذوا تعليمات المدرب، بس انا شايف ان المجموعه ده يصعب منها البرتغال ويصعب منها التشيك. طبعا البرتغال والتشيك. طيب لو رحنا التشيك فرقه قويه. طبعا انا بقول لها دلوقتي. طيب هنروح مع حضرتك فرص تركيا نفسها في الصعود، هي فرص ضعيفه رغم انها عندها 3 بونت. يعني ممكن، خلي بالك من ميزات اليورو ان فرقه ممكن توصل 4 بونت وما تصعدش. صحيح. طب نروح توصل ل 6 بونت وما تصعدش برضه. نروح مع حضرتك بقى لمباراه البرتغال والتشيك امبارح، ازاي شفت المباراه دي؟ انا عايز اقول لك ان دي مباراه فيها مجموعه من الارقام القياسيه مهمه جدا. اتفضل. اولا انت عندك اثنين لعيبه من اكبر اللعيبه الموجودين في البطوله. بيبي 41 سنه ونص، يعني ده رقم كبير. صحيح. و 30 سنه كبار في السن بيشاركوا، وكمان منتخب بلادهم بيحقق فوز مهم جدا على منتخب مهم جدا اللي هو منتخب التشيك. فدي ده اول رقم قياسي مهم جدا. طبعا هو غياب كريستيانو رونالدو على التهديف في المباراه الاولى، لا ده هو بيشارك، خلي بالك ده من 2004 بيشارك في اليورو كريستيانو، فعندك رقم قياسي مهم جدا. يعني مفيش لعيب شارك من 2004 لحد 2024. ده رقم قياسي بيحققه رونالدو. احنا يعني طبعا هو صاحب اكبر عدد من التمريرات الحاسمه في بطوله اليورو من بدايه، يعني من عام 1980، فهو يعني يعتبر اسطوره في تاريخ بطولات كأس الأمم في أوروبا. وفي يورو 24 كمان هو اللاعب الوحيد اللي شارك في 6 نهائيات مختلفة. فرونالدو أسطورة، صاحب أكبر عدد من المشاركات من التمريرات، طبعا اسم كبير جدا. أعتقد هو مركز القوة الأساسي اللي احنا كلنا العيون كلها بتروح عليه. يا أستاذ محمد، خلي بالك من كوبا أمريكا هتبتدي، وهيبقى في مقارنة ما بين كريستيانو ورونالدو،
وما بين ميسي، هتبقى عندك مقارنه مهمه جدا ما بين الاثنين، فاحنا كلنا مستنيين المقارنه المهمه دي. بس انا عايز اقول لك ان المنتخب التشيكي رغم خسارته امبارح مرشح ان هو يصعد ثاني المجموعه على حساب منتخب البرتغال، رغم ان المجموعه دي المجموعه الاقل حظوظ يعني في الجماهيريه، هو بس عشان منتخب البرتغال مليان هجوم. التشيك منتخب قوي جدا وعنده مجموعه لعيبه كثيره جدا بتلعب في الدوري الانجليزي وعندها خبرات عاليه جدا، هي بس يعني اتخطفت قصاد البرتغال بالجون اللي جه اللي هو كونسيساو جابه، بس هم عندهم اداء افضل من كده ويقدروا يحققوا نتائج افضل من كده. طب بعيدا بقى عن مباراه امبارح، شايف ان هل في ممكن يكون فرق تحقق مفاجآت في البطولة يعني نراهن عليها أنها ممكن في لحظة تقدم مفاجآت مختلفة عن الفرق طبعا الشهيرة؟ أنا شايف منتخب سويسرا منتخب كويس جدا، منتخب حديث العهد في اليورو، ما عندوش خبرات قوية بس هو بيقدم يعني مباريات قوية جدا، عنده ريبان شاكيري دوت لعيب كويس، عنده وعندك منتخب النمسا برضه صحيح منتخب كويس. خلي بالك البطولة دي أنا شايف إن هي بطولة المنتخبات الصغيرة، يعني إحنا شفنا إنجلترا تم إخراجها، منتخب فرنسا منتخب قوي جدا جدا، مليان لعيبة عالية جدا من أغلى اللعيبة اللي موجودة في العالم، منتخب كويس جدا. أنا بس أنا عايز أقول إن أنا أصلا ألمانيا صاحبة الأرض والجمهور، صعب إن هي أنا ما أعتقدش إنها توصل للمباراة النهائية، المنتخب الألماني ما أعتقدش إن هو ممكن يوصل لحد إن هو ياخد البطولة، يعني مش هيوصل حتى للمباراة النهائية، منتخب إيطاليا منتخب جدا، منتخب متجانس مع سباليتي، 100% من لعيبته بتلعب في الدوري الإيطالي ما عدا جورجينيو اللي هو بيلعب في الأرسنال في إنجلترا، فعشان كده أنا بقول لك دول أبرز اللعيبة وأفضل اللعيبة. يعني زي ما وصفت كده أستاذ محمد، هي بطولة الفرق الصغيرة يورو 2024 زي ما حضرتك قلت. طب شايف مين المرشح الأبرز للفوز بالبطولة السنة دي؟ طب أنا ولا هو الأفضل حظوظ؟ يعني فنيا وانت شايف ايه توقعاتك؟ والله انا اتمنى ان انجلترا تاخد البطوله، هي عندها افضل سكواد عالي جدا ولعيبتها كلها بتلعب في الدوري الانجليزي ما عدا بلينجهام، يعني احنا بنشوف بلينجهام وسانشو دول لعيبه بتلعب بره انجلترا، بس لعيبه عاليه جدا، بس المرشح الاقوى والافضل في كل حاجه انت ممكن تتخيلها هو منتخب فرنسا. منتخب من اول الجول حارس المرمى لحد الفيرويد بيلعبوا في افضل انديه في العالم، انت عندك كيليان امبابي، عندك جريزمان، يعني عندك لعيبه عاليه جدا جدا، بس منتخب انجلترا منتخب قوي، منتخب متجانس، معاه مدير فني بقى له اكثر من 4 سنين، وده غريب يعني على المنتخب الانجليزي ان هو يبقى عنده عنصر الاستقرار في المدير الجني مع جاريث ساوثجيت، فانا شايف ان هو كويس، انما المنتخب الاكثر استقرارا في بطولة اليورو من حيث الإدارية وفنيا هو منتخب فرنسا مع ديدي شام، ده أفضل المنتخبات وأنا شايف إن هو المرشح الأول للفوز بالبطولة. أنا عايز أتكلم بس لو حضرتك اديتني كده أتكلم عن المنتخب الألماني. اتفضل يا فندم. إحنا عارفين إن صاحب الأرض صاحب الجمهور، وإحنا شفنا الملاعب كلها حتى في الماتشات الصغيرة، شفنا ماتش المجر مثلا الملعب مقفول مفيش مكان فاضي في الملعب، رغم كده انا شايف ان المنتخب الالماني بيمر بمرحله احلال وتجديد مهمه جدا، فيعني حتى هيطلع انا شايف ان المنتخب الالماني هيطلع بدري رغم ان هو كسب منتخب اسكتلندا 5 يعني في المباراه الافتتاحيه للبطوله ورقم كبير جدا اللي هو رقم ان هو يكسب منتخب اسكتلندا، برضه اسكتلندا منتخب كويس وعنده لعيبه كويسه وعنده اوقات كويسه بيكسبوا 5، حتى يعني الجون اللي يعني زي ما بيتقال كده الجون اللي جابه منتخب اسكتلندا كان باقدام روديجر اللي هو لاعب منتخب المانيا، يعني منتخب المانيا جاب 6 جوان، رغم كده انا شايف ان منتخب المانيا منتخب صعب ان هو يكمل في البطوله اللي هو اللي انت ممكن تتخيله، يعني يوصل لحد مراحل اعلى من ديت، بس انا عايز اقول لك ان احنا ممكن نقول هل ممكن نشوف بطل جديد في اليورو؟ هو ده اللي احنا ممكن نقوله. يعني كمان يعني استاذ محمد القاضي بيرشح لنا فرنسا، شايف ان فرنسا هي اللي هتوصل لنهائي يورو 2024. أنا بشكرك جدا محمد القاضي الناقد الرياضي على كل المعلومات الجميلة والقيمة اللي حضرتك قلتها لنا تعليقا على مباريات امبارح في يورو 2024 كأس أمم أوروبا. نروح لموضوع تاني مع حضراتكم
واحدة كده من المبادرات والأنشطة المهمة جدا في عيد الأضحى المبارك قام بيها الهلال الأحمر المصري من خلال نشر فرق للاستجابة للطوارئ داخل ساحات المساجد والتجمعات والميادين وكمان المقاصد السياحية من خلال عدد كبير جدا من متطوعي الهلال الأحمر على مستوى الجمهورية، إلى جانب تنفيذ خطة لتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال الفلسطينيين وممارسة عدد من أنشطة الترفيه والدعم النفسي ليهم خلال أيام العيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه المبادرة مع دكتورة أمال إمام القائم بأعمال المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري. صباح الخير على حضرتك، كل سنة وحضرتك طيبة. صباح الخير دكتور محمد، وصباح الخير على كل المشاهدين وأيضا على جميع المحتفلين بأعياد الأضحى. يعني جهد يستحق التقدير والإشادة، وحابين كده في البداية نسأل حضرتك يعني إيه هي خطط التدخل السريع في العيد وكمان عدد المتطوعين اللي شاركوا في هذه المبادرة؟ تمام. الحقيقة إنه الهلال الأحمر المصري بصفته جهاز مساعد للسلطات العامة في أوقات السلم وأيضا في أوقات الأزمات دائما بيضع خطة للانتشار من خلال متطوعين متواجدين في كل فروع ومحافظات الجمهورية بهدف أنه يكون في وسط التجمعات وأيضا تقديم خدمات من شأنها الدعم النفسي للفئات التي من الممكن أنها تكون يعني الاحتفال عندها بيواجه مشكلة زي بالضبط هذا العام الأطفال الفلسطينيين. الحقيقة أنه معالي وزير التضامن الاجتماعي دكتور نجيب القباج بصفتها أيضا نائب رئيس الهلال الأحمر المصري وجهت قبل العيد وضع خطة كاملة للطوارئ وأيضا التعامل في وسط التجمعات اللي بيكون متواجد فيها أعداد من المحتفلين، وعليه كانت بداية الخطة تواجد من خلال متطوعين في أكثر من 25 محافظة من إجمالي محافظات الجمهورية أمام أو في الساحات اللي بتواجد فيها أعداد كبيرة من المصلين، على سبيل المثال في القاهرة كنا متواجدين عند مسجد عمرو بن العاص وغيرها من الجوامع الكبرى أو المساجد الكبرى. بيكون دور المتطوعين هو التواجد بتقديم الإسعافات الأولية، خاصة إنه المتطوعين بيتحركوا في وسط الحشود، فبالتالي بيكون الأمور سهل إنهم بيخشوا في وسط الجامع، بيكونوا موجودين حوالين الساحات، أيضا بيكون معاهم سيارات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة، ومعاهم أيضا معدات بتسمح لهم بتقديم التدخلات السريعة والممكنة في وسط التجمعات. دكتورة أمال، كمان يعني مهم جدا الجانب الخاص بدعم إخواتنا الفلسطينيين في العيد وتوزيع وجبات ساخنة في شمال سيناء تحديدا على عدد كبير جدا من أهلنا الفلسطينيين. عايزين نتكلم أكتر على هذا الجانب وما تم تقديمه حتى الآن. صحيح. الحقيقة إنه الهلال الأحمر المصري من بداية أزمة غزة والهلال متواجد ومتطوعين متواجدين في شمال سيناء بيوجهوا الخدمات إلى الأشقاء الفلسطينيين المتواجدين للعلاج أو المرافقين أيضا اللي بيكونوا متواجدين معاهم في أماكن الاستشفاء، وعليه تم تفعيل مركز الإمداد الغذائي اللي بيحتوي على المطبخ الإنساني لتقديم وجبات سخنة تحتوي على يعني كميات من اللحوم وأيضا من الوجبات اللي بتكون متناسبة مع طقس العيد وتوجيهها إلى كافة الإخوة المتواجدين في شمال سيناء، وأيضا تقديم بعض من خدمات الدعم النفسي للمقيمين أيضا منهم في أماكن الاستشفاء بالقاهرة. والحقيقة كان تقديم الخدمات من خلال تواجد المتطوعين ببعض من الألعاب بالحلوى وأيضا في تقديم بعض الأنشطة الترفيهية لهم اللي ترفع أيضا من الحالة النفسية لهم في هذا الظرف الصعب. طب كمان في دعم الأطفال في دور الرعاية، توزيع طرود غذائية جافة، أنشطة أخرى كمان مختلفة حابين نتعرف عليها من حضرتك. الحقيقة كمان أن الهلال الأحمر المصري زي ما هو معني جدا بالأزمات إلا أنه عدد كبير من فروع الهلال الأحمر المصري لديها يعني نقول مراكز اجتماعية، واحدة منها هي فرع الأليوبية اللي ليه يعني لديه دار رعاية أبناء. والحقيقة أنه الهلال الأحمر المصري يعني نقدر نقول هو نظم رحلة ترفيهية اجتماعية منهم لهؤلاء الأطفال فقدي الرعاية والأيتام إلى واحدة من المناطق الترفيهية الكبرى الموجودة في القاهرة، وأيضا كان بتواجد معهم المتطوعين بهدف رفع من حالتهم المعنوية في هذا
في هذه المناسبة. وحين ده يعني جزء بسيط مما يقدمه الهلال الأحمر المصري في كل الأوقات. يعني لو احنا تابعنا أشكال التدخلات هنلاقي إلى جانب التواجد في المتنزهات وأيضا التواجد على الشواطئ، خاصة أنه عدد كبير من المحتفلين توجهوا إلى الشواطئ، فماء المتطوعين متواجدين أيضا ضمن حملة اسمها صيف آمن احنا بنقدمها خلال الصيف علشان نقول زي الإسعافات الأولية، زي ما وصلش معنا الأمر إلى لقدر الله ضربات شمس وهي واحدة من أخطر الإصابات الممكن نصاب بها في هذا الطقس الحار. أيضا هنلاقي أن المتطوعين متواجدين في الأماكن اللي احنا عارفين فعلا أنه فيها أطفال أو فيها بعض الفئات اللي بتحتاج إلى دعمين. توزيع السلال الغذائية الجافة هو واحد من الأنشطة أيضا اللي احنا دائما بنتوجه بيها في مثل هذه الظروف عشان نضمن أنه ما فيش أسرة احنا قادرين نوصل لها ومعانا ليها شيء نقدر نقدمه إلا ويكون معاهم ما يكفي حاجتهم على الأقل أثناء أسبوع العيد، وبالتالي ده يكون شكل من أشكال الدعم الكريم لهذه الأسرة. حقيقة كل التحية دكتورة أمال للمتطوعين، يعني احنا ما شاء الله بيضربوا كده مثال لثقافة التطوع المجتمع المصري محتاجها جدا. كلمينا عن دور بقى الشباب والشابات المتطوعين في هذا العمل عددهم. الحقيقة ان احنا بنفخر بان احنا لدينا بشكل سنوي 30,000 وأكثر من المتطوعين النظاميين داخل الهلال الأحمر المصري. معظمهم 80% منهم من الشباب، سن لا يزيد عن 35 سنة. كلهم الحقيقة اللي بيتركوا أسرهم في ليلة ممكن تكون من الليالي اللي الجميع بيحرص أن يكون موجود على الأسرة. الشباب بيعتبروا أن الهلال الأحمر المصري هو أسرتهم، وبيعتبروا أنه تواجدهم لتقديم الخدمات الإنسانية بهذا الشكل في هذه الظروف هو دافع وحافز ليهم هم شخصيا معنويا قبل ما يكون هو اداء واجب. فالحقيقه ان احنا بنفخر ان احنا عندنا هذه النوعيه من المتطوعين اللي فعلا بيرفعوا مبدا الانسانيه كمبدا كبير في عملهم مش بس التطوعيه، وهو ده اللي بيخليهم يطلعوا في الفجر في ليله صلاه العيد علشان يكونوا موجودين مع زملائهم في تامين صحاب، او انهم يطلعوا في ايام العيد علشان يكونوا متواجدين مع اطفال ما هماش أطفال عائلتهم علشان يقدموا لهم الدعم النفسي ويكونوا معهم في أماكن الترفيه، وغيرها وغيرها الحقيقة من الأمثلة. زي بالضبط المتطوعين كمان المتواجدين 24/7 يعني على مدار الأسبوع في غرفة عمليات الطوارئ اللي بتعمل في كافة الأوقات لتلقي البلاغات ومتابعة التنفيذ. كلهم الحقيقة متطوعين. إحنا من خلالكم بنقدم لهم الشكر وندعو المزيد من المشاهدين انهم يكونوا ضمن هذه المنظومه. وده مش غريب ابدا على الشباب المصري وثقافه التطوع الموجوده عندنا، يعني كل التحيه والشكر والتقدير ليهم فردا فردا وكل شاب وشابه متطوعه. عايز اسال حضرتك سريعا في اقل من دقيقه، يعني فرصه لحضرتك معانا على الهوا، الخطط المستقبليه بقى للهلال الاحمر المصري الفتره اللي جايه سريعا. الحقيقه ان الهلال الاحمر المصري دائما له خطط تعني بالاستعداد للازمات والكوارث، وهنلاقي انه اهمها هو تدريب عدد كبير من المجتمعات وايضا من الفئات على انها تكون مدربه على الحد من مخاطر الكوارث وبالتالي الاسعافات الاوليه ونشرها، كمان الاستعدادات الخاصه بالصيف، والاهم فيها هو التواجد زي ما قلنا في المناطق اللي يعني متوقع ان يكون فيها تجمعات. طبعا احنا مستمرين في الدعم لاشقائنا في فلسطين، وبالتالي ما زال دورنا في رفع كفاءة الهلال الأحمر المصري في تلقي وإدارة المساعدات الإنسانية وأيضا إدخالها إلى القطاع. كل ما له علاقة بالدعم أيضا ما زلنا متواجدين في هذه اللحظة، وأنا بكلم حضرتك معنا متطوعين على الحدود المصرية السودانية منذ اندلاع الأزمة في السودان في 17 إبريل الماضي. عظيم. فبالتالي إحنا بنستمر في جهودنا أن نكون دائما وجهة مصرية مشرفة للدولة المصرية في الأزمات والكوارث من خلال المتطوعين. كل الشكر والتحية والتقدير لكل العاملين بالهلال الأحمر المصري ولحضرتك القائم بأعمال المدير التنفيذي للهلال الأحمر دكتورة أمال إمام، كل الشكر لحضرتك. دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لآخر وأهم الأنباء، موجز التاسعة صباحا مع هالة الحملاوي، تفضلي هالة. شكرا محمد. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم.
يواصل حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج برمي الجمرات في مشعر منى في ثالث أيام التشريق الثلاثة. وكان حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين، قد أدوا طوافي الإفاضة والوداع بعد أن رموا جمرات اليوم الثاني، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة. صرحت وزارة الخارجية بأن القطاع القنصلي بالوزارة وبعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية في السعودية والأجهزة المعنية تبذل جهودا مكثفة بالتعاون مع السلطات السعودية لمتابعة عمليات البحث عن المواطنين المفقودين بين صفوف الحجاج، بالإضافة إلى وقوع أعداد من الوفيات خلال موسم الحج الحالي. وأوضحت الخارجية أن السفارة المصرية في الرياض قامت بإفادة بعثة قنصلية إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للوقوف على تطورات الوضع الراهن ومتابعة جهود البحث عن كافة المفقودين من المواطنين المصريين، كما يتم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بنقل جثامين المواطنين الذين وافتهم ألمانية ويرغب ذووهم في إعادة جثامينهم إلى أرض الوطن. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على خطط عملياتية لهجوم في لبنان. وقال جيش الاحتلال في بيان إن كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين أجروا تقييما مشتركا للوضع في القيادة الشمالية، وتمت المصادقة وإقرار خطط عملياتية لهجوم في لبنان. وأضاف البيان أنه تم اتخاذ قرارات بخصوص مواصلة تسريع استعدادات القوات في الميدان. وفي واشنطن أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن الولايات المتحدة لا تريد حربا إقليمية أوسع نطاقا في الشرق الأوسط. وقال باتريك رايدر المتحدث باسم البنتاغون إن أولوية الإدارة الأمريكية هي التوصل لحل دبلوماسي يؤدي إلى خفض التصعيد على الحدود مع لبنان. واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأفادت مصادر فلسطينية بوقوع شهداء ومصابين إثر قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في منطقة المواصي شمال غرب مدينة رفح الفلسطينية. كما أعلن مستشفى العودة في النصيرات استقبال 6 جثامين لشهداء و15 مصابا جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة في وسط قطاع غزة وجنوبه. تواصلت المظاهرات الحاشدة في شوارع القدس المحتلة احتجاجا على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب فشلها في تحرير المحتجزين في قطاع غزة. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بانتخابات جديدة، داعين لوقف إطلاق النار كي يتمكن المحتجزون المتبقون من العودة إلى ديارهم. كما تجمع المتظاهرون أمام البرلمان الإسرائيلي الكنيست مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة والتوصل إلى اتفاق يسهل إطلاق سراح المحتجزين. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن دعم الصين للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية يطيل أمد الحرب في أوكرانيا. وشدد بلينكين في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يانس ستولتنبرغ على ضرورة وقف الصين الدعم الحاسم لروسيا والإبقاء على آلة الحرب المستمرة. صدق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مسودة اتفاقية للشراكة الاستراتيجية الشاملة مع كوريا الشمالية. وبحسب بيان للرئاسة الروسية فإن الوثيقة تحدد آفاق مواصلة التعاون الثنائي مع الأخذ في الاعتبار العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة سواء في مجالات السياسة الدولية أو في المجال الاقتصادي بما في ذلك القضايا الأمنية. وعقب محادثاته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أكد بوتين أن بلاده تحارب سياسة الهيمنة والإمبريالية التي تنتهجها الولايات المتحدة وحلفاؤها منذ عقود. انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. بعد ساعات قليلة يوم الخميس هنبدأ فصل الصيف رسميا وفلكيا، ظاهرة كده هنشهدها اسمها ظاهرة الانقلاب الصيفي. العلماء الفلك كده وبالحسابات الفلكية بنتكلم على 93 يوم و15 ساعة و53 دقيقة، هي عمر فصل الصيف. يعني اللي احنا كنا فيه الأيام اللي فاتت دي ما مش فصل صيف، احنا كنا فصل ربيع، والنهاردة كده خلاص رسميا بنودع فصل الربيع.
لسه اللي جاي اتقل شويه، فصل الصيف هيبتدي زي ما قلت لحضراتكم فتره طويله. ايه هي العلامات الخاصه بهذا الفصل فيزيقيا وفلكيا؟ ازاي بيتم حساب ما يعرف بحاله الانقلاب الصيفي؟ حاجات كتيره جدا هتكلم عنها من وجهه نظر علميه. استمرار هذا الفصل هنعيش أيام فيها نهار طويل جدا ودرجات الحرارة، كلنا طبعا الفترة اللي فاتت عانينا من موجات حارة متعاقبة، هل الموجات دي هتستمر وهتزيد حدتها ولا لا؟ أسئلة كتيرة هنسألها مع ضيفنا الكريم اللي منورنا في الاستوديو الدكتور أشرف شاكر رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اللي هو مرصد حلوان، المرصد الأهم والأشهر. برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. إيه الظاهرة دي اللي احنا هنشهدها بكرة فلكيا يوم 20 يونيو؟ هي ببساطة زي ما درسنا في المدارس زمان، الأرض بتلف حوالين الشمس مرة كل سنة، وده اللي بيؤدي لتعاقب الفصول. عندنا أربع ظواهر، بتبقى ميل الشمس الظاهري طبعا، لأن الأرض هي اللي بتلف مش الشمس، من ناقص 23.5 درجة لزائد 23.5. فدلوقتي ميل الشمس وصل لأقصى ميل لي اللي احنا هنشوفه زائد 23.5. لو احنا رحنا عند أسوان بكرة وبعده هنلاقي أشعة الشمس بتنزل عمودية على أسوان. بتنزل عمودية لأن أسوان جنوبها بيوجد مدار السرطان. فلما الشمس بتبقى عمودية على مدار السرطان بيبتدي فصل الصيف لشمال الكرة الأرضية وفصل الشتاء لجنوب الكرة الأرضية. بينعكس لما الشمس تتعامد على مدار الجدي اللي هو بتبقى الميل بيبقى عند ناقص 23.5 بيبقى العكس، يبقى الشمال شتاء والجنوب صيف. حاجه ظريفه بقى في الربيع والخريف اللي هو شهر 9 وشهر 3 بيبقى ميل الشمس بصفر عند خط الاستواء، بتتعامد على خط الاستواء، بيبقى 12 ساعه ليل 12 ساعه نهار في العالم كله. طب ده فلكيا، بس احنا ما حسيناش بفصل الربيع يا دكتور. لا حضرتك حسيت، هو اللي بيحصل ان السنوات الاخيره بيبقى الشتاء بيتاخر والصيف بيتاخر. يعني ساعات بيجي الشتاء بنقول ده خلاص الربيع ابتدى، الشتاء لسه شغال ليه؟ لان ده بيبقى داخل فيه عوامل كتيره جدا، داخل فيه النشاط الشمسي، داخل فيه سرعه الرياح، داخل فيه التلوث الصناعي اللي احنا داخلين فيه، عوامل كتيره جدا داخله في الموضوع ده. فما تقدرش تقول ان النشاط الشمسي بيسبب حراره جامده او ان احنا نستمر في حراره على طول. ممكن تلاقي في وسط الصيف ده درجه الحراره قلت، ان مثلا في رياح جت طبعا مش هتكلم عن الارصاد الجويه، في هيئه الارصاد الجويه مسؤوله عن الموضوع ده، بس هي بصفه عامه احنا بنتكلم على حركات الارض حوالين الشمس اللي هي بتاثر على المناخ بصفه عامه. يعني مفيش صيف هيجي مثلا في شهر 3، مفيش صيف هيجي في شهر 4، الصيف دايما بيحصل 21 او 20 يونيو حسب السنه اللي احنا فيها، اذا كانت سنه بسيطه او سنه كبيسه او الكلام ده كله. الربيع بيجي على طول 21 مارس. لو اختلف، يعني زمان مثلا جمله قالوا ان الربيع بيحصل 11 مارس، عرف ان هم في غلط في السنه، بدل ما هي 365 يوم وربع بقى 365 يوم وربع الا 11 دقيقه. ده بتحدد بدقه ازاي يا فندم؟ يعني برضو اكيد الناس بتسال، وانا برضو بشكل شخصي عايز اعرف، يعني طبقا لعلوم الفلك ايه العوامل وايه القدره الخاصه بعلوم الفلك بالتنبؤ بهذا الشكل ورصد هذه الظواهر الطبيعيه؟ طيب هنرجع للتاريخ المصري القديم. الانسان ما كانش عنده تكنولوجيا ولا اي حاجه. مصر القديم يتعلم ان هو لما بيبص للسماء بيتعلم حاجات كتير قوي، يقدر يبني الهرم، يقدر يعمل تعامد للشمس. الهرم مبني من الناحيه الفلكيه، الجهات بتاعته لو انت جبت اعظم المهندسين في الدنيا دلوقتي مش هيعرف يبني نفس الطريقه. يعني علم الفلك معلش اسبق من علم الهندسه، هو اللي بيرسم ازاي المهندس يشتغل. ما فيش علم بيبقى بيتفضل على العلم. قصدي يعني هو اللي بيرسم للمهندس ازاي حضرتك يشوف. المهندس هو الفلكي، هو الطبيب، هو العالم، هو كل حاجه. لان ما فيش حاجه اسمها علم منفصل عن علم. الكلام ده فضل لغايه الاربعينات من القرن اللي فات. يعني حتى في مرصد حلوان كان المهندس فلكي والفلكي مهندس وخريج نفس الكليه هندسه وفلك. فحضرتك المصري القديم لاحظ ان الشمس في نجمه بتظهر اللي هي نجمه سوبدت عند الفراعنه، او سيرس باللغه الاجنبيه، او الشعره اليمنيه اللي هي مذكوره في القران. دي كانها بتحترق مره كل عام، بتختفي 70 يوم ويجي في يوم من الايام دي ظهرت الشروق الاحتراقي، بتحصل يوم 19/7. في مصر هنا دلوقتي بتحصل 24/7 عند الاهرام، واحتفلنا بها عند الاهرام مره.
فسبدة دي لما بتيجي لحضرتك وتبان كأنها بتحترق مع شروق الشمس، بيحصل الظاهرة دي مرة كل 365 يوم وربع. عرفنا بقى أن طول السنة الشمسية 365 يوم وربع، عرفنا أن تساوي الليل وتساوي النهار بيحصل في 21 مارس وفي 21/9 أو 22/9 اللي هو الاعتدال الخريفي، عرفنا الانقلاب الصيفي، عرفنا الانقلاب الشتوي. ابتدينا نعمل حاجات أعمق بقى، ابتدينا نبني مباني. في حاجة اسمها مفيش نقطة شروق ونقطة غروب، رب المشارق والمغارب. في كل يوم الشمس بتشرق من نقطة وتغرب من في نقطة، في مشرق في مساحة ما ومغرب في مساحة أخرى. بتتحرك الشمس من 23.5 إلى 23.5. عشان كده لما جينا نقلنا المعبد ساعة السد العالي اتنقل، يا إما أغير في الديزاين أو الشكل بتاع المعبد، يا إما يحصل شيفت يوم. لأن المكان اتغير، لأن نقطة الشرق اتغيرت. صحيح. والشمس بتعدي على كل نقطة من النقط دي مرتين في اليوم. ممكن نخش بقى للهندسة، نقدر نبني مباني زي المباني القديمة إن هي تبقى في الصيف جوها جميل وفي الشتاء دفى. ده حسب إن أنا أعرف إن الأوضة دي هيبقى نقطة الشروق فين ونقطة الغروب فين. دكتور أشرف، هل علميا وفلكيا صحيح إن ده أطول أيام السنة نهارا وأكثرها ارتفاعا في درجات الحرارة؟ هل علميا ممكن أقول كده؟ لا، أكثرها ارتفاعا لا. بس أطول نهار ده شيء طبيعي. لأن الشمس بتسطع بفترة أطول على نصف الكرة الشمالي، فبتبقى أطول نهار في نصف الكرة الشمالي. يعني أطول نهار هنشهده في السنة هو بكرة. وبعد كده بتبتدي تقل بقى لغاية ما نوصل للاعتدال الخريفي اللي هو في شهر 9 بعد انتهاء فترة الصيف. ده فلكيا. لكن الجو حر أو مش حر، ده أرصاد جوية، ده مش أرصاد جوية بس بيخش فيها الفلك وبيخش فيها الأرصاد الجوية وبتخش فيها عوامل كتيرة جدا. بس أنا ما أقدرش أقول كده غير بيبقى عندي مثلا أقمار صناعية بتصور لي السحاب وهو جاي، بيبقى عندي درجات الحرارة، الضغوط اللي موجودة، الخرائط اللي بتعملها الأرصاد الجوية. وطبعا دي ليها تطبيقات كتيرة جدا، ليها تطبيقات في الطيران، ليها تطبيقات في البناء، في الرياح، في حاجات كتير جدا الأرصاد الجوية. عشان كده هيئة الأرصاد الجوية لازم يوميا بتعمل تقارير للطيارات، بتعمل تقارير حتى حمولة الطيارة نفسها بتعتمد على درجة الحرارة وعلى كثافة الهواء وعلى حاجات كتير جدا. فده علم معقد الواحد ما يستسهلش طبعا. مثلا أرصاد جوية والحاجة، لا، كل علوم الحياة حضرتك اللي بتعتمد على حتى نقل اللي بيبثوا التلفزيون دلوقتي معتمد على الأقمار الصناعية. الأقمار الصناعية يكفي أن أنا أقول لحضرتك في 2022 40 قمر صناعي اتحركوا من مكانهم نتيجة عاصفة شمسية. وده اللي احنا ممكن نخش له بعد كده، أن احنا في ذروة ما يسمى بالنشاط الشمسي أو دورة نشاط الشمس اللي هي 11 سنة. طب عايزين نوضح المصطلح ده ومصطلح علمي للسادة المشاهدين، إيه المقصود بفكرة النشاط الشمسي؟ دي حاجة طبيعية برضو عشان الناس ما تتخضش، لأن احنا ممكن لما بدينا نفسر حاجة أو نشرح للناس حاجة الناس بتتخض وتقول ده احنا داخلين مثلا في عصر جليدي أو داخلين في عصر حار جدا وفي ظواهر طبيعية. لا، دي كلها حاجة طبيعية جدا. يعني ما بتقلقش. يعني من سنتين اتسألت نفس السؤال، هو الصيف درجات الحرارة عالية ليه؟ هو الصيف اتأخر ليه؟ هي الشتاء مش عايزة تيجي ليه؟ الكلام ده كله. فالنشاط الشمسي، الشمس لسبب ما مفاعل ذري كبير. فدورة النشاط الشمسي تبقى عمرها 11 سنة، بتزيد. هي ابتدت في 2019، فإحنا دلوقتي في النص، في يعتبر في الذروة بتاعتها لغاية نص السنة اللي جاية. ذروة النشاط الشمسي معناه إن في انفجارات شمسية، في عواصف بتحصل للشمس، الحاجات دي بتصل للأرض، بتعمل شحنات كبيرة جدا، بتأثر على الأرصاد، على الأقمار الصناعية، بتأثر حتى على الكهرباء. يعني في كندا وأمريكا اتدمرت بعض الشبكات، أو بعض الشبكات اتأثرت نتيجة العواصف اللي هي شحنات كبيرة جدا بتخش شبكات الكهرباء فبتزود الطاقة بتاعتها فبتخرج عن الخدمة. في 2 قمر صناعي كندي اتأثروا برضو في العشرين سنة اللي فاتوا. في 40 قمر صناعي في فبراير 22 بعد إطلاقهم بخمس أيام إلى أقمار الإنترنت اتحركوا من مكانهم نتيجة العواصف الشمسية. فده ما بيأثرش على الإنسان. بتختلف دكتور برضو عشان برضو نفهم أكتر من يعني جغرافيا من مكان لمكان آخر؟ لا، هي بتأثر على برا الأرض، على برا الأرض كله، برا الأرض كله. هل احنا كمصريين او كمصر تأثرنا؟ كمصريين حضرتك اللي ممكن تشوفه بكتير قوي، لو نفتكر 10 مايو اللي فات كان في العاب ناريه مالت اوروبا لغايه الجزائر. شفنا ما يسمى بالوهج القطبي او الوان خضراء وصفراء وحاجات كده في السماء، الناس احتفلت بيها وفرحت بيها. الوهج القطبي ده غالبا بيحصل عند القطبين
لان ربنا حامي الارض بحزامين مش شحنات الكهربائيه اسمهم حزام فان الين. الحزامين دول بيحموا الارض من كل الشحنات دي ومن كل العواصف ومن كل حاجه. حاجه ممكن قلتها قبل كده والناس اتخضت، لو انت تحسب امكانيه انتهاء الحياه على الارض قد ايه هتلاقي احتماليه كبيره جدا. الاحتماليه القليله ان احنا نفضل في النعمه اللي احنا فيها دي. يوم القيامه قرب. لا مش يوم القيامه، مش اليوم ده، من ساعه الارض ما اتخلقت لغايه النهارده. صحيح، ما حدش عارف علم. من ساعه ما اتخلقت الارض لغايه النهارده، لو الشمس قربت شويه، لو في مذنب وقع، لو في كده احتمالات، بس اللي حافظ الارض سبحان الله. احنا زي بيت زجاجي، ربنا حافظنا الحمد لله من كل حاجه. عامل لنا احزمه تحمينا من العواصف الشمسيه، تحمينا من الشحنات الكهربائيه. ده التوازن البيئي اللي بيسموه توازن الحياه. توازن الحياه دي يعتبر احنا بنغير في القشره. لكن انت الكون حضرتك 15 مليار سنة. الأرض البقعة الشمسية اللي بتكلم حضرتك عليها اللي هي بتزيد أثناء النشاط الشمسي تشيل مثلا 20-30 أرض. بقعة واحدة على الشمس. الشمس قد الأرض مش أقول مثلا يعني ممكن يوصل لملايين المرة. الكواكب دي كلها لو جت على الشمس مش هتعمل بقعة واحدة. فإحنا الكون عظمته وعظمة الخالق سبحانه وتعالى بيحمي الأرض من الحاجات اللي احنا قاعدين نفكر فيها. بس احنا كإنسان دايما بيجزع من اي حاجه يسبحها. ده احنا في نشاط سامي، ده نهايه الكون، ده يعني مثلا الدوره ال 24 اللي هي كانت من 10 سنين فاتت، اللي هي النشاط الشمسي من 4 نشاط من 10 سنين. كان الشمس كانت هاديه، ما كانش فيه سان سبوتس، ما كانش فيه بقعه شمسيه كتير، ما كانش فيه نشاط شمسي كتير. طلعت بقى نظريات احنا داخلين على العصر الجليدي. ده خلاص الشمس ما بقتش نشطه زي الاول. ده الطاقه اللي هتجي لنا من الشمس هتبقى قريبه، هتبقى قليلة، الكلام ده كله. بس في الفترة الأخيرة يعني كل حد بيراقب المشهد البيئي يعني في العالم، في تغيرات مناخية خطيرة جدا بتحصل. حضرتك طبيعية. تفسيرك لهذه التغيرات من منظور فلكي، من منظور علم الفلك، شايفها إزاي؟ أنا أقول لحضرتك حاجة. إحنا في الدورة اسمها الدورة الـ 25. الدورة الـ 25 اضرب مثلا في 10 سنين يبقى من 250 سنة. العلم الحديث ابتدى من 250 سنة. 250 سنة عندك 25 دوره، مش كافيه ان انت تعمل احصاء كفايه، مش كافيه ان انت تفهم. يعني انت حضرتك لو دورت هتلاقي ناس مطلعه بيان ومطلعه شغل علمي بتقول ان النشاط الشمسي والطاقات العاليه اللي بتيجي والحاجات زي كده ما بتاثرش في احرار الارض. الارصاد الجويه هتنفي ان احرار الارض جاي نتيجه النشاط الشمسي. ويقول لك لازم الطبقات الغلاف الجو العليا تبقى درجات الحراره عاليه ومش مش مش عاديه زي دلوقتي. احنا عندنا داتا قليله، مش مصر، انا بتكلم على العالم كله. ناسا نفسها ما عندهاش بيانات كافيه ان هي تفهم دوره النشاط الشمسي. الدوره ال 11 سنه دي في دورات اكبر من كده. فالارض بتمر مرت خلال القرون اللي فاتت وخلال الاف السنين اللي فاتت باوقات كانت درجه الحراره فيها عاليه، واوقات كان في عصور جليديه. وده شيء طبيعي، تنوع الحاجات دي لحكمه يعلمها الله. ان بتاثر على داخل باطن الارض، بتاثر على الشحنات دي. انت عارف النشاط الشمسي اللي بيحصل بيبني حزام فان الين ده بحيث يحمي الارض حتى من الاشعه اللي جايه من خارج الشمس. يعني هي ليها جوانب ايجابيه كمان يا فندم. يعني حاجات كتير. النشاط الشمسي ده ما هياش بس اضرار وممكن يحصل يعني ضرر لبعض المنشات او غيره، زي ما حضرتك قلت مثلا في كندا بعض محطات الكهرباء، لكن هي ليها ايضا جانب ايجابي في حمايه الارض. ايه طبعا، حضرتك بتحمي الارض من اي اشعه، حتى لو جايه من المجره، جايه من نجوم تانية، جايه من حاجات بعيده. الحاجات دي معظمها بيوقف الحاجات دي، والمجال المغناطيسي للارض بيوقف بعض الشحنات دي وبيعمل بيها حزام حوالين الارض بيحمي الارض من اي حاجه جايه من الخارج. فالتوازن الكوني ده كله اللي انا قلت لحضرتك عليه هو اللي بيحمي الارض من الخالق عز وجل. لكن لو انا هقعد احسب احتمالات بقى واشتغل زي الناس اللي بتطلع اشاعات والكلام ده كله، احنا داخلين على عصر جليدي، ده في نشاط شمسي ودرجات الحراره هتبقى اسد من كده. انت ممكن تلاقي مثلا في الصيف ده تلاقي الدنيا بتمطر في عز الصيف، وتيجي يقول لك ده اختلاف جو وتلوث ومش تلوث. زي اقول لحضرتك زي طبقه الاوزون، ما بنسمعش عن الاوزون ليه رغم ان التلوث كتر. وكان في فتره من الفترات بنتكلم دايما عن ثقب الاوزون، يعني كانت دي كان مصطلح بيتم تداوله بشكل كبير جدا. ممكن الثقب ده يكون بيزيد ويقل نتيجة دورة طبيعية، بس احنا ما عندناش داتا علمية ان انا أأكد لحضرتك او انفي لحضرتك، سيا من ناحية الأرصاد الجوية، سيا من ناحية الفلك، سيا من ناحية التلوث. صحيح. فمحتاجين دراسات كتيرة جدا. احنا لسه يعني الناس افتكرت ان احنا، انت عارف حضرتك احنا لغاية دلوقتي ما خرجناش من المجموعة الشمسية.
يعني رغم التكنولوجيات دي كلها ورغم الانسان اللي وصل له والحاجات زي كده، العالم كله ما خرجش من المجموعه الشمسيه. المجموعه الشمسيه ما هي الا نقطه في 15 مليار سنه ضوئيه. كوننا واسع جدا، وزي ما حضرتك قلت تعبير جميل جدا، فكره التوازن الكوني، يعني اللي بيحصل ده كله من تغيرات طبيعيه هي في النهايه بتؤدي الى توازن كوني من حيث البيئه. فمهما كان في تغيرات طبيعيه وبعض الظواهر، فبالتالي النهايه الكون بيحافظ على نفسه، بيبقى في حاله من حالات التوازن زي ما حضرتك قلت. بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات الاستاذ الدكتور اشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه مرصد حلوان. نورتنا يا فندم وشرفتنا. الف شكر لحضرتك. دلوقتي تعالوا مع حضراتكم نروح لزميلنا العزيز محمود جميل ونتابع معاه تطورات وصول المساعدات الانسانيه لقطاع غزه. نصبح على محمود. صباح الفل عليك يا محمود، اتفضل. صباح الخير عليك يا محمد، وصباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان. الحقيقة آخر التطورات الميدانية، لأن المساعدات الإنسانية لم يتغير الوضع كثيرا لدى الجانب الإسرائيلي. احنا بقالنا لليوم الثالث على التوالي في قلة في عدد دخول المساعدات لمنفذ كرب أبو سالم، وطبعا السبب الرئيسي في هذا الأمر هو الجانب الإسرائيلي اللي لازال بيواصل الإجراءات التعسفية اللي بتمنع دخول المساعدات الإنسانية. يعتبر من بداية أول أيام عيد الأضحى المبارك المعبر أو منفذ كرم أبو سالم استقبل شاحنات. أول يوم العيد فقط بنتكلم عن 100 شاحنة، وتم عودة 19 شاحنة بالإضافة إلى 4 شاحنات وقود. بنتكلم على أنه تاني يوم العيد لم يدخل أي شاحنات سواء مساعدات إنسانية أو وقود. ثالث يوم العيد امبارح مفيش أي مساعدات أيضا دخلت غير 4 شاحنات للغاز، وكانت مصر مجهزة 8 شاحنات للوقود، 4 شاحنات للغاز و4 شاحنات للسولار، لكن امبارح دخل 4 شاحنات للغاز فقط ولم يستقبل منفذ كرم ابو سالم اي شاحنات اخرى. النهارده ولحد اللحظه اللي انا بتكلم فيها دخل 13 شاحنه للمساعدات الانسانيه و12 شاحنه للوقود ما بين الغاز والسولار. طبعا الرقم قليل جدا في مقارنه بالشاحنات اللي بتجهزها مصر يوميا، الاف الشاحنات، ويمكن يعني حضراتكم شايفين الصورة من خلفي عدد الشاحنات اللي على يميني وعلى يساري، ويمكن الشاحنات اللي أنا شايفها على مرمى البصر في منطقة قريبة من مطار العريش. ده غير طبعا الشاحنات اللي موجودة أمام ساحة معبر رفح البري واللي بتجهزها مصر يوميا. أسباب المنع أو أسباب قلة بدخول المساعدات لدى الجانب الإسرائيلي، أول سبب طبعا هو الإجراء المتواصل والمتعمد من جانب الاحتلال الإسرائيلي لدى منفذ كرم أبو سالم في دخول أكبر عدد من المساعدات لتضييق الخناق على الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة. السبب الثاني هو طبعا استمرار العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، ويمكن امبارح كان في يعني أعمال القصف مستمرة على مناطق مختلفة منها حي تل السلطان ومنها مخيم النصيرات والمناطق الغربية، لكن كمان العمليات العسكرية الشرقية اللي من شرق مدينة رفح الفلسطينية دي بتكون قريبة من منفذ كرم أبو سالم، فبالتالي ده بيأثر بالسلب طبعا على تأمين المساعدات. وخلينا أقول لك إن القصف كمان طال مجموعات تأمين المساعدات اللي بتروح من غزة من رفح الفلسطينية لقطاع غزة، والخارجية الأمريكية أشارت إلى هذا الأمر بأنها بتعمل مع الحكومة الإسرائيلية في مسألة تأمين عمال الإغاثة وتأمين المساعدات في خروجهم ودخولهم من وإلى غزة عبر منفذ كرم أبو سالم. السبب الثالث كمان هو المظاهرات، مظاهرات المستوطنين الإسرائيليين أمام الشاحنات المساعدات، وده اللي أشارت ليه الخارجية الأمريكية أنه في مشاكل كبيرة بتواجه المساعدات الإنسانية، منها مظاهرات المستوطنين اللي بتمنع دخول أكبر عدد من المساعدات الإنسانية. فلازال الاحتلال الإسرائيلي بيواصل كل هذا التعنت، وبالتأكيد الأزمات الكارثية والإنسانية اللي بتتفاقم بسبب قلة دخول المساعدات بيتحملها بالكامل الجانب الإسرائيلي، وده طبعا اللي أكد عليه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة في المملكة الأردنية الهاشمية، وأكد أن الجانب الإسرائيلي يتحمل كل الكوارث الإنسانية اللي بتقع على الجانب الفلسطيني، لأن من ناحية مصر، مصر بتجهز مئات الشاحنات يوميا من ضمن آلاف الشاحنات المترصة والموجودة في مدينة العريش أو في معبر رفح البري. وخلينا أقول لك كمان من ضمن الجهود
الجهود المصرية أنه امبارح وده كل يوم بيكون موجود الأطقم الصحية وهيئة الإسعاف المصرية بيكونوا متواجدين داخل بوابة معبر رفح من الجانب المصري، وسيارات الإسعاف موجودة، هم على أتم استعداد في حال فتح المعبر من الجانب الفلسطيني في أي لحظة هيتم استعادة الخدمات مرة أخرى، ومصر هتستكمل جهودها في تقديم الخدمة الصحية والعلاجية في استقبال عشرات المصابين والجرحى من قطاع غزة، خاصة أن في عدد كبير جدا من المرضى والمصابين محتاجين للإجلاء الفوري من داخل قطاع غزة، وده اللي أشار ليه ممثل منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة بأن هناك حوالي 10,000 حالة مرضية بتحتاج إلى الإجلاء الفوري للعلاج خارج القطاع، وجدد كمان المطالبة بضرورة فتح بوابة معبر رفح من الجانب الفلسطيني أو أنه يكون في آلية لنقل المرضى والمصابين لعلاجهم خارج القطاع. وهنا طبعا بتأتي أهمية معبر رفح في استقبال الجرحى والمصابين، وكمان يعني قبل ما يتم إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني احنا بنتكلم على مرور أكتر من 40 يوم في إغلاق المعبر من الجانب الفلسطيني بسبب طبعا تواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي. وفي هذا الأمر كمان الحكومة أو الخارجية الأمريكية أكدت أنها بتعمل مع حكومتي مصر وإسرائيل فيما يتعلق بإعادة معبر رفح مرة أخرى للعمل، لكن هنا بنأكد أن مصر متمسكة تماما بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من بوابة معبر رفح من الجانب الفلسطيني حتى يعود ويعمل معبر رفح بشكل كامل. وخلينا أقولك أن كمان سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتدمير صالة المغادرة في معبر رفح من الجانب الفلسطيني وبعض المرافق الخاصة به، وده بيتنافى تماما مع ما قالته إحدى الصحف العبرية في مايو الماضي بأن الحكومة الإسرائيلية أكدت للحكومة الأمريكية أنها لن تتعرض للمرافق والصالات الخاصة بمعبر رفح، ولكن ده لم يحدث وتم تدمير صالة المغادرة في معبر رفح. خلينا أقول لك كمان أنه من وقت ما تم الإعلان عن الهدنة التكتيكية أول أيام عيد الأضحى المبارك، الجيش الإسرائيلي أعلن عن هدنة تكتيكية لتوقف جزئي للعمليات العسكرية لتسمح بدخول المساعدات الإنسانية، لكن ده طبعا يتنافى مع أرض الواقع تماما، وكأن الهدنة التكتيكية دي لوقف المساعدات الإنسانية واستمرار العمليات العسكرية داخل مدينة رفح الفلسطينية، لأنه من امبارح لحد النهاردة في قصف على مناطق كتير جدا في مدينة رفح الفلسطينية، خاصة مخيم النصيرات وحي تل السلطان، وكان في عدد كبير من الشهداء والمصابين. هختم معاك بأن النهاردة طبعا الشاحنات اللي دخلت، احنا بنتكلم على 12 شاحنة وقود، لكن لسه هنشوف طبعا في الساعات القادمة هل الجانب الإسرائيلي هيتقبل كل هذه الشاحنات ولا في شاحنات هتعود كما هي محملة بالمواد البترولية، وكمان شاحنات المساعدات هل هتدخل كاملة ولا هترجع ببعض المساعدات اللي فيها، خاصة ان طبعا قطاع غزة في حاجة كبيرة جدا وماسة للمواد الغذائية والمساعدات الإنسانية، خاصة الإمدادات الطبية نظرا لتدهور الأوضاع الصحية والمؤسسات الصحية داخل قطاع غزة. لكن مصر بتقوم بمجهود كبير جدا، مصر لم تتوقف في تجهيز المساعدات الإنسانية وتجهيز الأطقم الطبية لاستقبال عشرات المصابين والجرحى الفلسطينيين في حال عودة عمل معبر رفح من الجانب الفلسطيني مرة أخرى. دي الصورة، وبرجع لك في الاستوديو مرة تانية محمود. محمود جميل، يعني وفيت الصورة بكل أبعادها وكل جوانبها. محمود جميل موفد القناة الأولى من العريش، تطورات المشهد على الأرض، وكمان محمود قال لنا بعض التطورات الخاصة بالمشهد السياسي. نروح مع حضراتكم لفاصل سريع ونرجع مرة تانية وآخر فقراتنا في صباح الخير يا مصر. موسم الحج السنة دي خلاص انتهى، النهاردة هيبدأ الحجاج المتعجلين بنزول من الأراضي المقدسة بعد أداء المناسك. البعض دايما بيفكر أول ما يرجع هل حجتي مقبولة؟ إزاي أعرف إن هذه الحجة سليمة وصحيحة وتم تقبلها من الله عز وجل؟ الدوام على الطاعة، إزاي أداوم على الطاعة بعد أداء الفريضة؟ أسئلة كتير جدا من ضيوف الرحمن والحجاج بيسألوها لنفسهم بعد أداء هذه الشعيرة المقدسة. للإجابة على هذه التساؤلات معانا في الاستوديو دكتور حازم مبروك، الباحث بهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف. أهلا بك يا فندم، وكل عام وحضرتك طيب ونورنا. وحضرتك بخير وسعادة، أهلا بك. يعني السؤال الأول، نعم، أنا بسأل نفسي بعد ما حجيت ربنا تقبل هذه الحج؟
هل في مؤشرات، في بعض العلامات تقول أن هذه الحجة تم قبولها؟ والله بسم الله الحمد لله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربنا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبينا وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فأولا مسألة القبول هي مسألة مغلقة، في فرق بين الصحة وعدم الصحة والقبول وعدم القبول. جميل. ده في الحج وفي غيره. الصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. اتوضيت ونويت واستقبلت القبلة وأديت أعمال الصلاة، أحرمت ونويت وذهبت وأديت المناسك كما قال صلى الله عليه وسلم. الحج صحيح، لكن مسألة هل هو مقبول ولا لا، دي احنا دايما يعبر عنها بالتحري. ما بنقدرش نحكم على أي عمل في الدنيا مهما قلنا ومهما عملنا إنه مقبول أو لا، دي منطقة موقوفة تماما. ولكن إحنا بنتلمس في حاجة في العلم، نشعر ببعض العلامات، بالضبط الاستئناس. يعني أستأنس مثلا إنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، فأخذ منها العلماء إنه من علامات القبول أو التي يكون العمل فيها أرجى للقبول أنه تتبع الحسنة بالحسنة. ومن ثم يقول بعض السلف الحسنة تقول أختي أختي والسيئة تقول أختي أختي. اللي ماشي في طريق بيكمل فيه. فإذا من علامات القبول اللي نقدر نقولها أن يستمر الإنسان على الطاعة بعد الحج، وأن يتغير حاله، لأنه كلنا إحنا بشر ويعترينا النقص وتعترينا الزلات. لكن إذا الإنسان واظب على الطاعة بعد الحج هذا يكون من علامات القبول. بس مهم جدا ننبه إلى شيء، أن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي العبد لشدة إيمانه. فإذا ممكن جدا أحج وأعمل المناسك وأروح وأجي وأرجع زي الفل، وأول ما أرجع ألاقي الابتلاءات نزل علي قد كده. قد يغر الإنسان بهذا. ولكن الله سبحانه وتعالى يبتليك وليمحص ما في صدوركم، يعني يعلم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هيعلم وهو يعلم وهو أعلم منذ الأزل، لكن يعلم بهذا التمحيص ويعلم بهذا الابتلاء. فأحيانا العلامات قد تغر، انه ممكن ابتلى في نفسي او في مالي او في اهلي او في شغلي او في اي مكان، لا يكن هذا ميئسا لي من الاستمرار في الطاعه. طب في لحظه الابتلاء هذه، وقت الابتلاء، كيف اتعامل كمسلم ادى هذه الفريضه؟ هنا ياتي دور الصدق. الانسان حين يصدق الله سبحانه وتعالى يثبت على ما هو عليه مع الابتلاء. ويعلم المؤمن الذي يحافظ على فرائض الله سبحانه وتعالى أنه مبتلى، لأن الله يثبته على هذا الطريق، وأن الله سبحانه وتعالى بيده كشف الضر، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. إله مع الله قليلا ما تذكرون، قليلا ما تذكرون عند الابتلاء، تتذكرون أنه من عند الله وأن النعمة من عند الله وأن العسر كله واليسر كله والانفراج كله بيد الله سبحانه وتعالى. الصدق في كل قول وعمل، في أداء المناسك أو في أداء العبادات أو عند الابتلاء، هو الأحرى بأن يتحراه الإنسان. وهنا يأتي نلاقي مثلا أن الصحابة رضوان الله عليهم كان كل همهم في الدنيا أن يقول الله لهم صدقت. في واحد واخد لقب وهو سيدنا عبد الله بن جحش، واخد لقب اسمه المجدع في الله. المجدع يعني مقطوع الأنف والأذن. مجدوع الأنف يعني مقطوع الأنف، مقطوع الأنف ومقطوع الأذن. جلس ليلة أحد هو وسيدنا سعد بن أبي وقاص. فسيدنا عبد الله بيقول لسيدنا سعد أنت تدعي دعوة وأنا أقول أمين، وأنا هدعي دعوة وأنا أقول أمين. قال له ماشي. فقام سيدنا سعد بن أبي وقاص وقال اللهم لقني غدا فارسا شديدا بأسه أقتله وآخذ سلبه. فسيدنا عبد الله بن جحش قال أمين. وقف سيدنا عبد الله بن جحش وقال اللهم لقني غدا فارسا شديدا بأسه يقتلني ويقطع أنفي وأذني حتى ألقاك مجدعا فتقول فيما جدعت يا عبد الله، فأقول فيك يا رب فتقول صدقت. هو كل همه من الحكاية كلها أن ربنا يقول له صدقت. فهذا وقد كان وقتل سيدنا عبد الله رحمه، وحتى بعد أن استشهد رضي الله عنه يقول سيدنا سعد لقد كانت دعوته خيرا من دعوتي. الصدق والإخلاص، لأنه قبول العمل مرهون بحاجتين. الإخلاص فيه
وأن يكون معنى الإخلاص أن يكون العمل لله وحده لا يشرك فيه غيره، لا من مصالح الدنيا ولا من الناس ولا من الرياء ولا من السمعة. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يعني نزعت بركتي عنه. ويقول أنه في يوم القيامة يؤتى بالعبد صلى وصام وقام ويدخل النار، يقول: يا رب وصلاتي، قال: صليت ليقال مصلي، قرأت القرآن ليقال قارئ. الإخلاص في العمل ابتداء، ثم أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وهذا هو الإخلاص والمتابعة. يقول سيدنا الفضل بن عياض: الإخلاص والمتابعة أن تستمر على العمل وأن يكون خالصا لوجهه سبحانه، وأن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مداومة العمل ومداومة الطاعة. نعم. ومن ثم يقول سيدنا أبو الدرداء: لئن أستيقن أن عملي، أن الله قبل لي عملا أحب إلي من الدنيا وما فيه. لأنه مسألة أن يقبل الله سبحانه وتعالى من أحدنا عملا، هو لما بيقبل عمل لا يتركه هكذا، وإنما مهما كان العمل صغيرا فإن الله إذا نظر لفلان، يعني رحمه ونظر إلى عمله، نماه له حتى صار أعظم من الجبل. أدي قبول العمل، مش إنه بس مقبول. أنت لو قلت سبحان الله وقبلها الله سبحانه وتعالى، تجدها يوم القيامة أعظم من جبل الخندمة. فالذين يخلصون ويثبتون على الطريق هم الذين يصلون في النهاية. يعني الإخلاص كما ذكرت والصدق هما المفتاحان لاستدامة الطاعة أو إدامة الطاعة. نعم، وهما المفتاحان اللي هما قبل العمل عشان ربنا يتقبله. جميل. طب سيادتك دكتور، ذكرت منذ قليل أو فرقت ما بين أمرين. نعم. في الحج: القبول والصحة. وعدم والصحة. نعم. القبول هذه مساحة ربانية بيد الله سبحانه وتعالى، لا نعرفها. نعم. يقبل أو لا يقبل. نعم. كيف أتأكد من السلامة هنا، سلامة ما قمت به من شعير؟ صحيح، كما قلنا السلامة والصحة أن يكون موافقا لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. وقال في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن إذا وافق العمل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا صحيحا. وهنا يأتي دور الفقهاء الذين يبينون الصحة وعدمها والشروط والواجبات والسنن والهيئات. يعني إذا فعل كذا فالعمل صحيح، وإذا نسي كذا فالعمل صحيح. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رخص في عمل من الأعمال أكثر ما رخص في الحج. يا رسول الله فعلت كذا، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. ييسر للناس، ييسره. شوف احنا عندنا قاعدة شرعية تقول ايه: المشقة تجلب التيسير. يعني حين يكون العمل شاقا يأتي معه التيسير. الصيام في الحر يرخص لك الفطر إذا خفت الهلكة. إذا الصلاة وأنت مريض مشقة تجلب التيسير، تصلي وانت قاعد، تصلي وانت نايم، تصلي بعينك، تصلي بقلبك. إذا لم يستطع الصلاة بعينه يجري أعمال الصلاة على قلبه، يعني يتخيل أنه بيصلي. فأي تيسير بعد هذا؟ الحج مشقة، إذن لا يشق رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس، وإنما افعل ولا حرج. الحج عرفة، والوقوف بعرفة كما قال الفقهاء يتحقق بلحظة. صحيح. يعني إذا رحت ووقفت لحظة انتهى الموضوع، أنا وقفت. ويقول ده هو الركن الأعظم، الأعظم. ويقول عرفة كلها موقف، لا تتزحم ولا كلها، كل اللي راح كلها موقف. إذن كلما كان العمل شاقا جلب معه التيسير. وإن الله لا يجمع على العبد عسرين، وإنما يجمع على العسر يسرين. جميل. إذن نحن في حاجة إلى مراجعة أنفسنا، لأنه إذا كان الدين بهذا اليسر وبهذا الجمال وبهذه الرحمة، فأي شيء يمنعنا من الإخلاص لله في القول والعمل؟ اللي أنت ممكن يعني. ولذلك الحجاج صنفان. صنف يقال له: بورك حجك وقبل، وسعيك مبرور وحجك مبرور. والتاني يقول: مالك من حرام فأنى يستجاب لك. إذن الفرق، المشقة واحدة لده ولده، اللي راح حج من حرام زي اللي راح حج من حلال، الاثنين عملوا نفس المناسك. طب انت تعبت، خليها من حلال عشان تقبل.
برضو بقول الكلام ده، وده لانه الموضوع اذا كان واحد فاحنا نستفيد به في حياتنا في كل شيء. انا بقول لمن قدر عليهم رزقهم انك قد تكون اقرب الى الله سبحانه وتعالى اذا كنت على الطاعه. ما يبقاش انت يعني مقدور عليك رزقك وفي نفس الوقت بعيد عن ربنا، طب اقرب علشان يقبل منك، ايسر عمل. وقد يبتلى الانسان بالغنى لانه في صبر على الحرمان وصبر على العطاء. الصبر على العطاء ان تؤدي حق الله في النعمه التي معك، لانه انا ممكن يكون معايا فلوس جدا كتير جدا وما اصبرش عليها انها تصرف في حرام والعياذ بالله، لكن لما اصرفها في حلال واروح احج واذهب الى الحج على قدر استطاعتي الماديه. يقولوا افرض ان الواحد يقدر ان هو يروح يحج بس لازم يركب الطياره درجه اولى، ما يقدرش يقعد في كرسي ضيق، لازم يقعد هناك 5 نجوم، ما يقدرش يقعد في الشمس. طيب هو الفلوس اللي معاه تكفي انه يركب كرسي قد كده ويقعد في حته قد كده؟ يقولوا ده من عدم الاستطاعه. شوف تيسير ربنا سبحانه وتعالى، وهو في كل هذا يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ربنا يتقبل صالح الأعمال من كل ضيوف الرحمن ويعودوا بسلامة الله يا رب كده إلى أوطانهم. أشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا دكتور حازم مبروك الباحث بهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، كل عام وحضرتك طيب. وحضرتك بخير وسعادة، شكر الله لكم. الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا. خلصت حلقتنا النهاردة من صباح الخير يا مصر، نشوفكم بكرة إن شاء الله في الساعة 7 صباحا وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.